هكذا كانت الحكاية وهكذا كانت الرحلة ولكل بداية نهاية، وهذا ما وصلنا إليه على مدار 3 أيام في الداخل مع شعب صار لا يؤمن إلا بمغربية الصحراء، وبعد ما يقارب نصف قرن لم يبق من أطروحة البوليزاريو أي شيء يذكر في الداخل ووادي الذهب، ولا تزال رحلة البحث قائمة والتي ستقودنا إلى العيون والسمارة وغيرهما ليكتمل المشهد وتنتهي القصة على وقع قضية لم تعد قضية في الداخل المغربي، ولم يبق من الحكاية سوى معاناة صحراويين صاروا في حكم الاحتجاز بمخيمات تندوف التي بدورها سيسأل نزلاء يوما أي بوليزاريو. هكذا كانت خاتمة تحقيق أين البوليزاريو، حيث وعدنا أن نواصل الرحلة بعد الداخل ووادي الذهب إلى العيون الساقية الحمراء، وهكذا هو الوعد الذي قطعناه على أنفسنا بالبحث الحقيقي في أرض الواقع عن الحقيقة المغيبة، عن الجزائريين وعن أولئك الذين يقبعون كرهائن في مخيمات تسمى مجازا مخيمات لجوء، والحقيقة غير ذلك بكثير. حطت بنا الطائرة في مطار الحسن الأول بالعيون، وتصادف وجودنا في المدينة مع حدث كبير للمغرب والمنطقة والقارة والكرة الأرضية برمتها، ويتمثل في تنظيم كأس العالم 2030 الذي يشهد الذكرى المئوية لانطلاق هذه البطولة العالمية في كرة القدم. نال المغرب شرف تنظيم هذا العرس العالمي إلى جانب البرتغال وإسبانيا، وبذلك يكون المغرب الدولة الثانية في العالم العربي بعد قطر التي تحظى بهذا الحدث العالمي. لقد زف الملك محمد السادس الخبر للمغاربة والعالم، فخرج سكان العيون في احتفالات جماهيرية بالساحات العمومية يحملون الرايات المغربية وصور ملكهم يحتفون بهذا الإنجاز الكبير لدولتهم. سكان العيون تواجدوا في الساحات وعبروا عن فرحتهم وعلى طريقتهم بما زفه إليهم ملكهم الذين يجمعون على التعلق. وجاءت هذه الفرحة العارمة بعد أيام من الحزن على إثر زلزال عنيف هز المغرب، والذي كان بدوره مناسبة للتضامن من الداخل والعيون وغيرهما من مدن الجنوب المغربي. شاهد العالم شاحنات ضخمة محملة بالمساعدات وعليها الراية المغربية وهي تتجه نحو المناطق المتضررة من الزلزال، وبينت مدى عمق اللحمة في التضامن والتعاضد بين المغاربة جميعا بمختلف قبائلهم
ومدنهم ومناطقهم. سكان العيون كما هو الشأن بالنسبة لسكان الداخلة قد كانوا في مستوى هذا الحدث التضامني الكبير، وشارك المواطنون في حملة جمع المساعدات التي قدرت بأطنان وتجلت في عدد كبير من الشاحنات التي توجهت إلى المناطق المتضررة. لقد قدم أهل الصحراء لكل الأمم والشعوب والدول دروساً كبيرة في الوحدة الوطنية والتعاون والتضامن والتآزر من خلال تلاحمهم الرهيب والمهيب مع أهلهم في مناطق أخرى من المغرب، سواء في الأحزان كما حدث مع الزلزال، أو عند الفرح كما هو شأن فوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030. أول ما يلفت انتباه الذي يدخل إلى مدينة العيون هي تلك البنى التحتية، هي تلك الورشات المفتوحة، هي تلك المظاهر التي تنم على مشروع واعد ويتصاعد بسرعة على مستوى التنمية البشرية، على مستوى التنمية الاقتصادية، على مستوى التنمية الاجتماعية، وعلى كل المستويات، التي تعكس صورة أخرى غير تلك التي يصورها نظام العسكر في الجزائر ومعه بيادقه وأبواقه في البوليزاريو، على أساس أن العيون مدينة متخلفة تعيش على وقع قرون خلت ولا يوجد فيها شيء سوى المظاهر العسكرية والمظاهر الأمنية والتجاوزات والانتهاكات وغير ذلك، لكن ما نراه في الواقع غير ما نسمعه في المواقع. عندما تضع أقدامك الأولى على أراضي العيون فأول ما يلفت الانتباه وفود السواح الذين يقصدونها من أجل الاستمتاع بها، كما أنها تظهر في الوهلة الأولى من أنها مدينة تعيش على وقع الهدوء التام في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، كما أن ما تشهده من تطورات في بناها التحتية وما تشاهده من ورشات مفتوحة تؤكد على أن مشاريع التنمية التي تخصصها الدولة لهذه الأقاليم الجنوبية قد بدت واضحة نتائجها في صورة العيون التي تظهر سحرها من أول نظرة لها من زائر يصل إليها. كانت إقامتنا في فندق بارادور الذي أقام فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ديمستورا في زيارته الأولى من نوعها إلى الصحراء، حيث التقى فيها مع الأعيان الصحراويين ومسؤولين ومنتخبين وأعضاء من المجتمع المدني الذين تحدثوا له عن ما تحدثوا لنا به عن التنمية في المناطق الجنوبية ومواقفهم من القضية وعن تقرير مصيرهم وكل ما يراهن عليه نظام الجزائر في أطروحته الداعمة للبوليزاريو. ما وصلت إليه المنطقة من تنمية بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك، وإحنا كمسيرين للشان المحلي كنسيروه بحرية مطلقة، كيف شرط قبيل عن ما المهم البنايات هو العنصر البشري، إحنا ندبروا ميزانيات تعطيها الدولة ما هي من الداخل. 86% منها إلى 88 في الشق الاجتماعي مباشرة، مس العنصر البشري مباشرة، يعني أن هناك إصلاحات كبرى مهيكلة يقودها جلالة الملك سياسية وثقافية واجتماعية وحقوقية، حتى المجال الحقوقي أعرف إصلاحات كبيرة جدا، وهذا بفضل سيدنا، وحنا مرتاحين له، وحنا في منطقتنا نخدموها ليلا نهارا، ونشكروا الأحرار ونشكروك أنت، لأنه الإشكال هناك هي الأجندات اللي هي مأجورة
يعني كتوجه الخطابات كيما بغات والصوره كيما بغات، ولكن الواقع المملكه المغربيه فاتحه، اللي بغى يزور مرحبا، واللي بغى يشوف بعينيه مرحبا. كيف عدلت انت وما تلينا قد نقولوا لك الا مرحبا بك وسهلا، وهذه امانه في عنقك وصلها. عندنا برنامج الان تنموي تناهز يعني قيمته الماليه ازيد من 800 مليون درهم في الاقليم، فيها اربع محاور، في السكن، فيها شيء ديال احياء ناقص التجهيز، فيه اقتصاد اجتماعي، فيه مجموعه من المرافق التنمويه الاخرى اللي كاينه في الاقليم، ساحات وغير ذلك من المرافق الاخرى الضروريه. لكن اقتصر لك واحد محور ديال الاقتصاد الاجتماعي. شنو هو الاقتصاد الاجتماعي عندنا في الاقليم؟ هو مجموعه من البرامج التنمويه لفائده الشباب، واللي لحد الساعه استفاد منه ازيد من 800 شاب وشاب، الحمد لله استفاد عبر مشاريع ذات الدخل ديال الشباب، واللي الحمد لله هذه فرصه انتم اللي جيتوا ربما شفتوا بعض من هذه المشاريع اللي عند هذا الشباب واللي كينشط فيها بشكل قوي، خاصه المشاريع اللي ديال التنميه المجاليه اللي كاين على مستوى الاقليم، والثروات اللي كاين على مستوى الاقليم اللي تم يعني الرفع من قيمتها وتم التسويق ديالها بشكل جيد وتطويرها ايضا بشكل كبير وكبير جدا. انها الجماعه الوحيده في الاقليم، جماعه اقليم في اقليم أسزاك اللي فيها قبائل متعدده، ما الا قبيلتي توسى، قبائل متعدده. هون يظهر لك على ان الدوله المغربيه عندها تشاركيه في جميع المجالات، جميع المجالات التنمويه والاقتصاديه والرياضيه وجميع المجالات، حتى كذلك في المجالات في الاقاليم والجماعات اللي فيها قبائل متنوعه كامله متمثله في جامعه المحبس. جلاله الملك والدوله المغربيه مؤخرا، لان الجماعه تعرفوا انها جماعه حدوديه وفيها الجيش المغربي، الدوله مؤخرا اعطت توجه تنموي اجتماعي لجامعه المحبس، وعارف ان جلاله الملك والدوله المغربيه بعد سنوات جايه ان شاء الله غادي تكون تنمويه وازدهار لجامعه المحبس، وغادي تكون تنمويه ولايتي السنين ان شاء الله، وتزورنا ملي لا تشوف المحبس عليها تقدمت. شرعنا في زيارات ميدانية للتعرف عن كثب على الواقع الحقيقي غير المزيف من هذه المدينة التي تثير الجدل. وطالما وصفها النظام الجزائري ومعه البوليزاريو بنعوت مختلفة، وطالما صدرت بيانات من هنا وهناك تتحدث عن حصار يقال أن القوات الأمنية المغربية تضربه على المدينة وسكانها، بل أن الحديث متواصل منذ سنوات طويلة عما يقال أنها انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات وتجاوزات أمنية خطيرة وما إلى ذلك من هذه الأسطوانات التي يسمعها الكثيرون، خاصة عبر وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر. لا يمكن أن تكون هناك تنمية في مدينة غير مستقرة أو بمكان لا أمن فيه. هذه هي النظرية الثابتة على مر العصور وعلى مر الأزمنة. العيون تقدم بنفسها كل البراهين التي تدحض أطروحة جنرالات الجزائر بواقعها الحقيقي، فمظاهر التنمية واضحة وتعانق عنان السماء من خلال البنى التحتية كالطرقات والجسور والمرافق العمومية المختلفة التي حولت العيون إلى ورشات مفتوحة في كل المجالات والاختصاصات، بل الرهان يجري على أن تتحول إلى أحد أبرز المدن المتقدمة في القارة الإفريقية ودول المغرب العربي الكبير. مدينة المهن والكفاءات هي بنية متعددة الوظائف والقطاعات تندرج في إطار دينامية مشتركة تعمل على توفير تكوين مبتكر يلائم المنظومة الاقتصادية الجهوية، حيث توفر هذه المدينة لجهة العيون الساقية الحمراء عرضا تكوينيا متنوعا
يرتكز على شعب تكوينية ذات قدرة تشغيلية عالية، ويتكامل مع الجهاز التكويني الحالي. وتقول هذه المدينة عن نفسها بأنها تضع الرأس المال البشري في قلب نموذجها، باعتباره رافعة استراتيجية حقيقية للنمو. لذا فإن تثمينه يعد عاملا أساسيا في الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمملكة المغربية، والمساهمة في بروز مجتمع مندمج وشامل. ويؤكد الساهرون على المدينة على أنهم مقتنعون بإمكانهم خلق دائرة مثمرة للنمو وإحداث فرص حقيقية لفائدة المنظومة الاقتصادية برمتها، وذلك من خلال تمكين الأجيال الشابة من اكتساب الكفاءات اللازمة لإدماجهم السريع في سوق الشغل. دونك استاذ، هذا هو المكان الاول، بحر الاستاجر باقي ما بداش عندنا، هذا هو المكان اللي كيستقبل، كيعاونوا في التوجيه، كيعاونوا في التوجيه، وكاين تيست اللي هما كنحاولوا حنا نقيموا النفسيه ديال الطالب واش يمكن هذا، وكيوجه في التخصص اللي كيميل له هو واللي كيرتاح له هو واللي النقطه ديالو كتسمح له. وكيظل مثلا راح يدير مشروع ويحتاج الى تمويل معين، ما كانش هذه هي الفتره الثانيه اللي تكلم فيها وسيمان. وعندنا جينيرالمون كنخدموا على لي برودوي دو تيروار، يعني لي برودوي اللي كيكونوا عندهم علاقه بالريجون ديالنا. سي سي جات داك الكونسيبت ديال انها تريبوندي لي بوزوان ديال لا ريجون، اوتوماتيكمون كنشوفوا مع الاستاجير انهم يحلوا لي بروبليماتيك اللي عندهم علاقه بالريجون. كما كتشوفوا هنايا دونك هادو سو سون دي برودوي ا باز ديال لي برودوي اللي هما كيكونوا لوفر. وهنايا كنشوف كما هنا العطريه كيفاش حنا اللي كنعطيو فيرونسمون، وانما كنعطيو لاكسيو فيرونسمون كان لاكوهم مع الناس، que ce soit les business angels, que ce soit les engagements de financement. عندنا لي بروغرام بحال مثلا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، عندنا الفكره، عندنا بليزيور بروغرام اللي حنا كنبريباريو لي ستاجير ديالنا باش انهم يكونوا بخي، que ce soit au niveau de l'entretien, que ce soit au niveau de leur business plan ديالهم، يعني مخطط العمل ديالهم، باش يكونوا واجدين كيمشيو ديريكتومون للزبائن باش نشوفوا لي سباس فراحين. خلال الموسم الدراسي كيواجهوا اي مشاكل، مثلا دابا الا كانوا عندهم مشاكل ديال تعاطي المخدرات، الا كان عنده نقص في المستوى ديالو، كيكون واحد المواكبه مع الفيسيوليمات والكيب ديالو اللي كتوجهوا في التالي قبل ما يتخرج، كتكون عنده واحد الفيزيون واضحه اش غادي يدير. والله يعني حنايا كديزونكادرون لاحظنا بان كاينين فريمون شي حويجات اللي كما تنقولوا كيصدمونا، يعني كاينه الانوفاسيون، كاينه لا كرياتيفيتي اون ايفون كو سوسوا ديال الجيم. فوالا هادو دي ستاجير، هذا كوكيز امريكان اللي صنعوه هاد لي ستاجير ديالنا اونيفو دي سيمس.
فوالا دونك توجور كما تنشوفوا داك الطابع المحلي كيغلب على البروجي ديالنا. كنلقاو كل بروجي ديفيرون على لوطخ، ما كنلقاوش يعني واحد كما تنقولوا كوبي بولي في بروجي، وانما توجور عندنا ديك لونوفاسيون او نيفو ديال لي بروجي ديال لي ستاجير ديالنا. تصر الدولة المغربية على تحويل العيون إلى قطب في كل المجالات، خاصة الرهان الواسع على التنمية البشرية، لم يقتصر على المهن والكفاءات التي اندفع الشباب والشابات من مختلف الأعمار لصناعة مستقبل لهم، بل أيضا في مشاريع أخرى. ومن بين ما وقفنا عليه هي كلية الطب والصيدلة التي تستعد لفتح أبوابها في العيون، حيث يجري العمل على قدم وساق لتكون نموذجا في العيون الساقية الحمراء للإنجازات التي تسهر عليها السلطات المغربية في الأقاليم الجنوبية. لم يقتصر العمل على كلية للطب والصيدلة، بل أن المشاريع المفتوحة في العيون على موعد تشييد مستشفى جامعي على بعد مسافة قصيرة
من مبنى الكلية، حيث أن هذا المشروع الواعد سيكون قطبا صحيا لأبناء المنطقة، ويعول عليه في التغطية الصحية على غرار مستشفيات أخرى تتواجد في العيون. 500 سرير قلت، 500 سرير كل الاختصاصات الطبية فيه. ما شاء الله، هذا هو السابع في المغرب. السابع ما شاء الله في المغرب. ولكن بالمقارنة مثلا مع ديال أكادير، أكادير مبني مجموعة، هذا يطال على 18 أكثر، تيبان كبير على ديال أكادير. رغم ديال أكادير فيها 800 سرير. هذا كما هذا تابع لوزارة الصحة. وزارة الصحة. وزارة الصحة. وزارة الصحة. يتواجد غير بعيد مستشفى آخر، وهو متخصص لمرضى السرطان، والذي لديه أهمية بالغة لدى الذين يعانون من هذا المرض الخبيث. وكانت لنا وقفة مع الساهرين على هذا الصرح الصحي الآخر في العيون. العيون بالرغم مما وصلت إليه من تطور، وصارت بالفعل عروس الصحراء وعريسها في آن واحد، فهي لا تزال ورشاتها مفتوحة في كل المجالات والأصعدة. ولم يقتصر الأمر على معاهد وكليات ومراكز تكوين ومستشفيات ومرافق مختلفة وحدائق وأماكن عمومية يرتادها السكان، فتوجد الكثير من الإنجازات التي لا يمكن الوقوف عليها جميعا وتسليط الضوء عليها. قمنا بزيارة المسبح الأولمبي الذي يعد من أهم المرافق في الشمال الأفريقي، وبمقاييس عالمية تحدث عنها القائمون على هذا المشروع. أيضاً قاعة متعددة الرياضات تعد لدى السكان مرفقاً لديه أهميته البالغة، وستكون مصدر إلهام للأجيال القادمة في صناعة نجوم في المجالات الرياضية المختلفة. قدم لدينا واحد جوج قاعات اللي ضمنا فيهم بطولة إفريقيا في كرة قدم صغيرة ولا في كرة اليد، والنجاح اللي عرفوا هذوك القاعات عندنا نديروا هذه القاعة كبيرة تفزع واحد العدد ديال 3000 ديال الناس اللي غادي ينظموا فيها التظاهرات الدولية، وهي متعددة الاختصاصات، كرة القدم المصغرة ولا كرة اليد ولا كرة السلة إلى آخره. العدد ديال المستفيدين كبير، والكثافة ديال المشاركين. شجع رئيس جماعة العيون باش كل حي يدير فيه ملعب. جميع الأحياء كاين اللي عنده الإمكانيات باش غادي يوصل يوميا، وكاين اللي ما عندوش الإمكانيات قريب دارهم، كاين ظروف القراءة، وكاين مجموعة من العوامل اللي تقدر الدري تخليه يلا حدا دارهم. دار السيد الرئيس كل حي فيه ملعب، بغاك أنا خدامين على كل حي يدير فيه ملعب ومسبح وقاعة. مركز آخر غير بعيد من القاعة المتعددة الرياضات يتكون من عدة ملاعب لمختلف الرياضات التي صارت تشكل في أوقات مختلفة قبلة لساكنة العيون والمدن القريبة منها.
السلطات المحلية تتحدث عن مشاريع منتهية وأخرى يتطلع إليها في برامج لا تزال قيد التحضير، وهو ما تحدث لنا به السيد مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون الذي زرناه في مكتبه. وطبعا احنا من نهار استقلينا 75 والدولة هي دايرة استثمرت فاضلة قليل، العيون كانت زمن الاستعمار قشالي ودويرات صغارات، كانت شي قليل. المباني اللي تشوف تحت هنا اللي هي قليلة لا سدرتو في المدينة والله الفوق شوية في هذا المسيرة، ولكن نهار الاستغلال الدولة كتصرف في استثمار ديال المشاريع الكبيرة، لا من الماء ولا من المطارات ولا من المواني ولا من التلفونات ولا من الضوء والشبكة ديال الكهرباء ولا من الطرقات، اللي دابا الجهة كاملة مربوطة بالطرقات كاملة بإسره، فعنو مربوطون للسمارة والسمارة مربوطة بحوزة وحوزة مربوطة بجديرية، كل شيء هذا مربوط. تحيدوا كلهم ديور الصفيح من 2007 تحيدات ديور الصفيح، ممكن لك تسدر في العيون كاملة وتشوفها، ما كاين ديور الصفيح. الداخل ديال العيون الحمد لله المدينة وسط المدينة، سدرت في المدينة ولا ما سدرت؟ الساحات، البيسينات، الملاعب، القاعات ديال الرياضة، الملاعب ديال الرياضة، التكوين المهني، كاين الاسبطال الجامعي اللي هو اللي يكمل 2025، كاين الكلية ديال الطب الجراحي يقراو فيها دابا 201 العام عندهم 3 سنين دابا، كاين مدينة ديال التكوين المهني، هذا مدن جديد اللي جلالة الملك عطاها كل جهة خاص تعود فيها مدينة جديدة من المدن ديال التكوين المهني في أحسن مستوى. احنا العيون دابا كانت هي من بعد الرباط، بعد الرباط وقدير كانت العيون هي الثالثة كانت، وبتنا دابا خدام حتى هي مدينة كبيرة جدا فيها جميع الاختصاص، فيها 25 اختصاص اللي تكونوا فيه الشباب على اشكاله كلها، كاين سبيطارات، كاين سبيطار جهوي، كاين سبيطار اقليمي، هذا عنه الحمد لله الاستثمارات هذا كله ديال الدوله تاعنا، ما عندنا ضريبه ما كاينه، ولكن هذا كله ديال الدوله والعنايه ديال جلاله الملك. كاينه الطريق السريع اللي ارتبطت من هون الى طنجه، طنجه الطريق السريع اللي كاينه من هون للداخل، وعرضت 900 متر وذي كملت صافي وسفنيها من هون للداخل. وصلت تشغل الآن؟ لا وصلت، لا من هون للداخل وصلت صافي. آه خلاص كملت خلاص. بغيت جيت اليوم في الطريق السريع، الطريق السريع حدها العيون. تيزنيت العيون نضعنه من وراء تيزنيت لأنه مربوط كل شيء بالطريق السريع. باقي فيها طريف صغير قاعد يكمل في نهاية السنة هذه في جهة العيون، وباقي طرف حتى هو جهة قليمين، ولكن خدامين الشرايك خدامات، تعرف وقت كوفيت تعطل الشرايك تعطلوا بزاف، ولكن دابا خدامين. وهذه بالنسبة للصحراء كاع كاملة هكذا العيون مهمة بزاف. كاين القنطرة اللي جات على العيون وهي كملت في 600 متر وباش، وكاينه واحده هي اطول قنطره في المملكه المغربيه فيها كيلومتر و700 اللي هي اللي تجي عايده تجي الطريق مسوت للطريق السريع اللي يجي مسوت تخرج على الطريق الوطني رقم مع الجايزه الداخله. كاين البراج حتى هو اللي خدام كان سعود كمل 23، ولكن حتى ملي الشركه تعطلت فقط كوفيد تعرف كانت كل شيء تعرقل، ولكن عاطي الخدمة باش يكمل إلى رضا الله 2024 يكمل لوحده، مهم براج مهم بزاف للواد. وهذه خدمات كبيرة بزاف اللي كاين طاقة ريحية موجودة
وكاين الطاقة الشمسية اللي هي نور واحد اللي عندي تشير حتى هي واللي هي مهمة جدا. بس عنه الاستثمارات لا نهاية نقول لك الحمد لله. حبت يعني هذا أنه فيه تركيز على بناء الإنسان، كليات، مراكز تكوين، دار شباب، يعني شيء هذا اهتمام كبير بهذا الجانب. في عيد العرش دشنا المكتبة الثانية في المغرب، دشنا يعني وكيف دشنا ساحة المسعود فيها 8 هكتار منطقة خضراء. شنا اليوم صباح ديك الساعة؟ نعم، رحنا لها ولقينا الشباب. أي يمشوا المكتبة، منين تمشوا الملاعب عشية تجبوا الشباب يلعب تجبوا كل شيء. الاهتمام شمل كل الفئات المختلفة من المجتمع، فالطفولة وفرت لها مرافقها المتعددة، وقفنا على العديد منها، وأكدت أن الرهانات لا تزال أبعد مما وقفنا عليه. أيضا هناك اهتمام بالمرأة التي شكلت محور اهتمام السلطات المغربية بالمشاريع في الأقاليم الجنوبية، وقد تحدث لنا نسوة من المدينة عن دور المرأة الصحراوية وأهميتها في سياسة الملك محمد السادس تجاه الصحراء وأهلها، وأجمعنا على وجود رعاية كبيرة لحقوق المرأة والاهتمام بها في سياسة دولتهم المغربية. ثقافتنا على أن المرأة إنسانة قيادية، إحنا تربينا ثقافتنا في المجتمع كان عندنا نوع من المساواة، المجتمع يقدر المرأة أكثر يعني ما نسبة العنف، نسبة مجموعة من الأمور، مجموعة من الممارسات اللي في مجتمعات أخرى إحنا من عاد ما عندنا في المجتمع الصحراوي. هذا من جهة. المسألة الثانية على أن أغلب الأسر ولا العائلات المرأة كانت مسنودة من العائلة ديالها. إحنا النساء كانوا والدينا شجعونا على الدراسة، إحنا درسنا خارج مدينة العيون وقبضنا يعني الدكتوراه خارج مدينة العيون، وهذا واشتغلنا خارج مدينة العيون. إحنا لسنا بمجتمع منغلق لانه بحال ما كيشجع الرجل كيشجع المراه. كاين كل حي كتجبر فيه فضاء خاص للمراه، وهذا اللي كيصب في التكوين ودعم القدرات وتمكين المراه اقتصاديا. انه ما يمكنش ما تجبر مراه ما عندها مثلا المراه اللي كاع ما يقاريه عندها حرفه في يدها، عندها تقويه القدرات ديالها، وكذلك حتى تسليط الضوء على تأسيس تعاونيات نسائية اللي هي كتكون ذات إنتاج وذات نفع اقتصادي على المرأة. وهذا ما هو حتى في المدينة، هذا حتى في الجماعات القروية اللي تمشي منه اللي تيسد شيرة اللي تجبر فيها التعاونيات وديال كسكس ومعامل ديال كسكس، لأنه حتى أبسط شيء تقدر المرأة تنجو مدعوم. يا كتعرفي لا تبرمي كسكس، برمي كسكس غادي تقادلك وغادي تجيك الاستشاره الفلاحيه ولا يتعدل لك لونصه السلامه الصحيه ديالك وغتبيعيه اكبر المعارض. نجو للحقونيه كذلك، نجو للدوره، نجو لاخ فنير، نجو لاقليم الطرفايه. هذا لا العالم القروي اللي هو عنده برنامج خاص به اللي كتصب فيه وزارة الفلاحة، وتصب فيه وكالة الجنوب، وتصب فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راه عندك تخصيصا للمرأة من أجل. وهذا هو اللي أكبر دعامه واللي خلات الحمد لله المغرب مشى بعيد، وهو تمكين المرأة اقتصاديا. حنا هذا هو اللي كنشتغلوا عليه. واللي وحق عنك تعايش في الجزائر؟ لا، أنا عايش في فرنسا. وشنو هو مثلا فكرتك عن وضعية المرأة في الجزائر؟ واش كاين هناك اشتغال على تمكينها اقتصاديا؟ ضعيفه جدا. اذا احنا هون نزيدك، المراه مدعومه حتى في السياسه، حتى ملي يجوا الاحزاب السياسيه المراه عندها كوطه ديالها هذا في البرلمان، المراه عندها كوطه ديالها في الوظيفه، وعندها في التعليم، في المقاعد في التعليم. هون اللي يبان لك واحد التغيير اللي هو الحقيقه جد مشرف، وحنا نفتخروا به كنساء. من 1975 إلى حد الآن لاحظوا على أن الأقاليم الجنوبية شهدت واحدة ثورة يعني في العمران، ثورة سياسية، ثورة اقتصادية، ثورة اجتماعية من جميع النواحي.
يعني كذلك هم اللي بالنسبه للفكره اللي قالت الاستاذ فتح على حساب التعاونيات في الجماعات القرويه. انا كمجال اشتغالي في التدريب كان عندي برنامج تكويني لفائده النساء في الجماعات القرويه، واستفادت منه اكثر من 24 مرأة في لونتوراج في اقليم العيون، وبالتالي مرقت من هذا البرنامج التكويني 24 تعاونيه، وكل واحده منهم مربت اسره، يعني 24 اسره الحمد لله حققت واحد نوع من الاكتفاء الذاتي. بالنسبه للنموذج التنموي الجديد اللي جاء الاقاليم الجنوبيه، راعى الخصوصيه ديال المنطقه، وبالتالي يعني حتى الطفره اللي حققها في الاقاليم الجنوبيه حقق طفره اقتصاديه من خلال دعم الشباب المشاريع المديره للدخل، كمثلا البرامج اللي تعدل وكاله الجنوب، كالبرامج التنميه البشريه تعدل الولايه جهه العيون الساقيه الحمراء، برنامج العيون مبادرة، كبرنامج أوراش، يعني العديد من البرامج اللي كانت مهتمة بفئة الشباب. بالنسبة للمرأة كذلك كانت مولي عندها واحد الجانب خاص بها، قلت من ناحية التعاونيات، حتى مولي النساء مثلا اللي مثلا نقول احنا ما مثلا متعلمات إلى درجة كبرى، كان كذلك عنده برنامج خاص بالتربية الدامجة أو نقول احنا محاربة الأمية. تجربة المرأة الصحراوية، تجربة الدولة المغربية، وتجربة جلالة الملك على الشغال وعلى المرأة في هاي الربوع خاصة تنقل وخاصة تقرى في الجامعات. الأمر لم يقتصر على أحاديث أو أمنيات، بل تجسد ذلك في مشاريع مختلفة ومساعدات مهمة تقدم للمرأة في الصحراء، التي صارت بالفعل تشكل محوراً أساسياً في المناسبات السياسية والانتخابية والمؤسسات وغيرها. وظهر ذلك واضحا من صحراويات شاركنا في الانتخابات، وبينهن من صرنا أعضاء في البرلمان ومختلف الهيئات المنتخبة الأخرى. المرأة في الأقاليم الجنوبية هي نموذج حي، هي الآن معك، يعني ثقافيا موجودة في مدرجات الجامعات، إداريا هي في كل المؤسسات الإدارية، في الصحة، في التعليم، في الثقافة، في الشباب والرياضة، في التعاون الوطني، في كل القطاعات نجد المرأة حاضرة بقوة، يعني بمعادلة يعني صعبة، ماشي يعني رقم صعب في كل شيء. في المجال السياسي كذلك المرأة في البرلمان تسير المجالس المحلية منتخبة وناخبة، كذلك الانتخابات التشريعية اللي تمر أيضا المرأة تشارك فيه بكثافة، لا ناخبة ومنتخبة. الأخت راهي عبرت وفعلا ومعها مجموعة من الأخوات منتخبات من 92، وهذا يعني كيعطي أن المرأة الصحراوية بالأقاليم الجنوبية نعطت لها واحد العناية خاصة، يعني ما عاشته من ويلات إبان الاستعمار، يعني الدولة أخذت بعين الاعتبار تنمية البشر، والمرأة هي نصف المجتمع، أخذت الدولة بهذا الاعتبار كله وعطت للمرأة عناية خاصة، لا من خلال فصل 16 من الدستور ولا المدونة ولا حتى يعني تعطت للمرأة واحد المكانة اللي هي خاصة، اللي بوئتها المكانة الحقيقية اللي خاصة تكون فيها المرأة. السلطات المغربية لم تكتفي بما ذكرنا حول المرأة ولا بالمساعدات الاجتماعية والصحية التي تقدم للنساء، ولا بمجالات فتحت لها للمشاركة في إدارة الشأن العام وتواجدها الفعال في مؤسسات الدولة كالبرلمان وغيره، بل توجد منشآت خاصة بهن. ومن بين ما وقفنا عليه في رحلة التقصي والبحث والمراقبة الميدانية، نذكر قاعة خاصة بالنساء فيها مسبح وقاعة للرياضة وروضة للأطفال ومرافق متعددة وقفنا عليها. ما وقفنا عليه في العيون موجود في مدن أخرى، ومن بينها السمارة التي بدورها تحولت إلى مشاريع مفتوحة
وورشات كثيرة. ومن بين ما وجدناه الكلية المتعددة التخصصات التي شكلت مرفقا جامعيا وتعليميا له أهميته البالغة في المنطقة. أيام زمان ما نديروك. أيضا وقفنا على مشروع إعادة إسكان مخيمات الوحدة الذي خصصت له ميزانية ضخمة رصدتها الدولة للقضاء على كل البيوت الهشة في المنطقة. اللي كنقولوا التكلفة ديال دار واحدة تقامت عليها تقريبا ما بين 180 حتى 220 ألف درهم. قاعدة تحت فقط. قاعدة تحت دارت لنا باش نبنيو أبوز دون علاش؟ لأنه داكشي باش نحفروا 2 متر دو بروفوندور ونبدلوا الأرض ونديروها دي سوميل فيلونت. دي سوميل فيلونت يعني السميله ماشي اللي معروف التقليديه لا سميل ديزوني. هذا سميل فيلون الحديد ديالها سبيسيال يعني تخدمك واحد لي نورم داكشي اللي تخدم في التحت في فونداسيون تفاديا لهذه المشاكل هذه. من يتواجد في هذه المنطقه لا يمكن ان يمر من دون زياره قطب ديني مهم له مكانته التاريخية إلى جانب كل الأقطاب الدينية الأخرى من مساجد وزوايا التي تشكل ركيزة أساسية في سياسة المغرب الدينية للحفاظ على الهوية في الداخل والخارج خاصة في القارة الإفريقية السمراء. الأمر يتعلق بزاوية الشيخ ماء العينين
التي تأسست في عام 1316 هجري، أي ما بين عامي 1898-1899 ميلادي. تواجدنا بمقر هذه الزاوية العريقة في مدينة السمارة، وحديثنا مع أحفاد الشيخ ماء العينين وغيرهم من الخبراء في هذا الإرث التاريخي العريق، جعل الجميع يؤكدون على أن التوجه الإسلامي من ثوابت الدبلوماسية المغربية. الزاوية ابتدأ بناها في 1898 وانتهت الأشغال بها في 1903، يعني تقريبا مدة 7 سنوات، والإقامة بها كانت حتى هي 7 سنوات، لأنه الشيخ انتقل من هنا في أواخر 1909. بالنسبة للبناء كان في عهد المولى عبد العزيز، وكانت بعض مواد البناء اللي تجي أساسية بالنسبة للأخشاب وبعض أنواع السديد كتجي عن طريق الميناء الصويرة وطرطايا، اللي كتوصل طرطايا كيحملوها على الجمال وكيجيبوها. هو والدك الأحفاد جد الوالد، جد الوالد، جد الوالد. نعم نعم تعالوا نعم الأحفاد الأحفاد. أنا والدي جده هو شيخ مالك. هذا الأحفاد مش هو يعني شيخ وجل جل في 1958، كانت عنده 28 سنة. منين جا؟ جا من منطقة الحوض في الجنوب الشرقي موريتانيا. كان عنده 28 سنة. منين جا؟ سلك هذه المنطقة والتقى بالأمير سيدي محمد، كان الأمير كان ولي العهد سيدي محمد مولاي عبد الرحمن. وتوسط له فقاء الملك والدي اللي هو المرحوم مولاي عبد الرحمن. وفي لقاء طلب منه قال له أي شيء أعجب به واسمه، وقال له شو تطلب؟ قال له نطلب غير الحج الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفر له فعلا الحج هذه الفترة. ومن بعد رجع استقر في المنطقة حياته كلها إلى 1909. استقر هنا فيتنقل، كان يتنقل في الصحراء كلها، ولكن في المنطقة اللي أقام فيها مدته الأخيرة في هذه المنطقة، منطقة الزمور. وتوفى هنا؟ لا توفى في 1909 نظرا لأن الظروف أصبحت غير مؤاتية، لأن فرنسا تقريبا استولت على جل موريتانيا، وأصبح محاصر من بين التدخل في الشمال، لأنه أصبحت فرنسا تتدخل خصوصا على الأحداث اللي وقعت في وجدة وأحداث الدار البيضاء، وحس بأنه أصبح بين كماشتين، ونحاز المنطقة يقد يدير فيها تنسيق مع السلطة، لكي يمدوا المجاهدين بالأسلحة تنسيق، وأدركوا الأجل في مدينة زيت. وبعد التلاميذ اللي كملوا هنا التدريس في الزاوية. الزاوية في 1909 كان الهم الأساسي هو الجهاد. لأن القبائل كلها خطت في الجهاد، قبائل كبرى بما فيها القبيلة اللي كانت موجودة هنا اللي هي قبيلة الجهاد، وقبائل الصحراء كانت خطت في الجهاد، وقبائل موريتانيا والناس حتى في المغرب وفي شمال أفريقيا كانوا عارفين ديك الفترة كانت أسبقية الجهاد. هذا هو لأنهم من رحلوا رحل الجميع تقريبا. الفرنسيين رغم بأن الشيخ ذهب، ولكن نظرا لحقدهم على الشيخ وما يمثله كرمز هجموا على الزاوية في 1913 الموري. واش ديروا فيها كي هجموا عليها؟ هجموا عليها اسمه ضربوا طيران القبة والمسجد، ولكن في رجوعهم التقوا المجاهدين وكبدوهم خسائر كبيرة. وبعد الزاوية هذه وصلت تعليم الأطفال بعد خلاص سنين أبدا. حاليا عندها صيت تاريخي فقط للأسف، رمزية دورها دور رمزي دورها الإشعاع العلمي. إن شاء الله نتمنى بأنها تعود إن شاء الله. وكتب الشيخ عنده تقريبا ما يربو على في تفسير 200 ما يزيد على 200 مؤلف ومطبوع، أغلبهم مطبوع كان طبعهم في المغرب في المطبعة الحجرية في فاس، وموجودين متداولين لحد الآن، تم إعادة طباعتهم، قدر منهم موجود بالطباعات القديمة،
وبعضهم مطبوع في مطالع خارجية في مصر وفي لبنان، بعضهم أكثر من بعض. كيف نعت البدايات مثلا مشهور متداول موجود في الأيدي، وكيف مذهب مخوف، وبعض الكتب أخرى متداولة أكثر من كتب أخرى، وكيف دليل الرفاق على شمس الاتفاق اللي انطبع بشراكة ما بين وزارة الأوقاف في المغرب وزارة الأوقاف في الإمارات في فترة الثمانية على ما أظن، من ثلاث أجزاء طبعا من جزئين. وموجودة كتب أخرى تم تحقيق من طرف باحثين جامعيين في السنوات الأخيرة، في 20 سنة الأخيرة، وكتب أيضا على سيرته والذاتية كثير دراسات. كاين كتابات متعددة، كاين دراسات. الفرنسيين كانوا مهتمين بالكتابة عنهم، رغم أنهم يعتبروا عدو، وكانوا مهتمين بأنهم يعرفوا عدو. كاتب عليه بول مارتي بالأساس في الكتابات الاستعمارية، وكاتبين عليه مجموعة من الصحفيين والكتاب اللي مهتمين بالمنطقة. وكان كتاب عند واحد من أحفاده اللي هو الشيخ طلبة خير بن الشيخ مامينا، علماء وأمراء في محاربة الاستعمار، من جزئين تقريبا في كتاب توثيقي بالنسبة للإنسان اللي يبغى يكون فكرة عن الشخص وعن الفترة. الحمد لله. شكرا عن الترميم الشيخ طلبة، شكرا عن الترميم إن شاء الله واللي يعود بجاهد الله. الترميم اللي يخليك ونجدام على الشيء وعدك. بالنسبة للمسجد إن شاء الله كان من المفترض بأنه يحاول بأنه يقام على الشكل على النمط القديم، ولكن نظرا لأن بعض الأعمدة بعوامل الزمن ما كانت ممكن بأنها تعبت. إذن تم الاستعادة عن ذلك بناء مسجد، ولكن تم الاحتفاظ بالمحراب ومحاولة ما أمكن الالتزام بالشكل الأصلي المسجد. كاين برا المسجد هو هذا اول مسجد، ربما انه كاع في المنطقه ولا كاع في الجنوب كامل، ما ربما الشيخ كان هذا كان عنده هذو الاربع بيوت اللي لاحظتهم، هم بيوت زوجات، وتلاحظ بان مطبقين مبدا التسويه الاسلامي بشكل تام، يعني هندسه متطابقه، اربع بيوت بشكل متطابق. هذا العدل كانوا عنده أربع زوجات دائما، حتى من اسمه دائما عنده أربع زوجات دائما، تزوج عدد كبير من النساء، تزوج ما يعادل 90 مرة تقريبا. وأحفاده كم من سلالة كبار؟ كثير أحفاد الحمد لله، قبيلة وعنده تقريبا 33 ابن، وكذا 20 هم اللي نجبوا، 20 هم تقريبا هم اللي عجبوا الاخرين توفوا دون ذرية. هذا المكان هو اللي كان يستقبل فيه الضيوف القبه، وكان يصلي هنا بالناس، ولا كان يصلي في مسجد المسجد ومجلس الافتاء نتاعو هنا. هذا مكان الدرس ومكان استقبال الوفود. هذا كان يكون فيه النهار يا أول نهار من الفجر تقريبا حتى صلاة العصر، بعد صلاة العصر يقرأ بشؤون الخاص الأمور هو البرلمان ديالو، البرلمان وحده المكان كان يشمو فيه مكان بالنسبة للشؤون الاقتصادية والسياسية وكل شيء يتناقش عليه. بالنسبة للخارج كانوا بعض البيوت للأبناء، ولكن كانوا عبارة عن تقريبا أسوار وداخلها خيام أو غرف صغيرة، بعدها فعل الزمن. جاء ذلك في إطار الوعي باستثمار الرصيد الكبير للعلاقات الروحية التي جمعت المغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء منذ القرن 11 الميلادي، كما أن الحركات الإصلاحية والجهادية دفعت البلدان الإفريقية إلى ربط علاقات وثيقة مع سلاطين المغرب عبر الطرق الصوفية المختلفة. تلخصت أحاديث القائمين على الزاوية وغيرها من زوايا المنطقة أن الروابط الدينية العريقة والمتينة للمغرب
بالدول الإفريقية التي ظلت السلطات المغربية تحافظ عليها، قد أجهضت مخططات عزل المملكة بعد خروجها من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، كما أشار الكثيرون عبر محطات مختلفة من رحلتنا في ربوع الصحراء. عندما تسافر في الصحراء ستقف على مشاهد كثيرة تعبر عن مدى اهتمام الدولة المغربية بهذه الأقاليم التي يجري السباق مع الزمن لتحويلها إلى مدن متقدمة تتواجد فيها كل المشاريع والمرافق التي يحتاجها المواطن المغربي. في أقصى نقطة من هذه الصحراء الشاسعة والقاحلة التي أخر المستعمر الإسباني تنميتها لحد كبير، مما دفع المغرب إلى تدارك الزمن الذي ضاع عبر تخصيص ميزانيات ضخمة من أجل إعمارها وتوفير ما يجعلها لا تختلف عن بقية المدن المغربية الأخرى، وهو ما تحقق بالفعل في الداخلة وأيضا العيون التي صارت تتفوق على الكثير من المدن ليس في المغرب فقط، بل تفوقت على مدن أخرى في الكثير من الدول الإفريقية وغيرها. المحبس تعتبر منطقة لديها خصوصيتها، فقد عاشت فترة الاستعمار الإسباني الذي جعلها تعاني حيث لا تتوفر على ضروريات الحياة، ثم بعد التحرير عاشت مرحلة الحرب مع البوليزاريو، وبالرغم من كل ذلك فقد وجدناها بدورها منطقة تعيش على وقع المشاريع المفتوحة من أجل اللحاق بالمدن الأخرى. لقد استقبلتنا رئيسة الجماعة السيدة فتيحة الحمامي برفقة مختلف فعاليات المجتمع من منتخبين ونواب في البرلمان وأعيان وشيوخ قبائل وناشطين في المجتمع المدني وشعراء وأدباء ومثقفين وغيرهم.
بالرغم من أن المحبس لا يزال في بداية الطريق نحو الأهداف المسطرة والغاية المنشودة التي تطمح لها السلطات المحلية، إلا أن السباق مع الزمن صار واضحا وقائما، وقد وقفنا على مدرسة ومرفق لمحو الأمية. في المحبس تطمح السلطات في إنجاز مشاريع تغني الساكنة عن التنقل إلى مدن مجاورة وتلبي حاجيات الناس بمختلف مطالبهم ومرافقهم العمومية، وبما يجسد تقرير مصيرهم الذي فصلوا فيه بوضوح وعلانية وبإجماع لا خلاف بينهم حوله. الصحراء لم تعد تلك المنطقة التي تعيش على وقع نزاع أو صراع أو تخلف أو محاولات جعلها بعيدة عما عليه حال بقية المدن المغربية الأخرى، بل قد دخلت رسميا في المنافسة في البناء والتشييد والإنجازات التي تراها في كل مكان، سواء بالنسبة للمرافق العمومية من مدارس ومستشفيات ومصانع أو الطرقات ومركز التسلية والترفيه أو غير ذلك مما نراه في كبريات المدن داخل المغرب أو خارجه. بلا أدنى شك بعدما يشاهد ما يشاهده من تنمية وبنى تحتية وتعاضد الناس من أجل بناء مناطقهم ومدنهم، هناك سؤال يؤرق الجميع ويجد الإنسان مضطراً أن يبحث عنه، وهو ما تروج له بروباغندا العسكر ومعها البوليزاريو في المحافل الدولية على أن هذه المناطق محتلة. ولذلك السؤال الذي نبحث فيه جميعاً من خلال ما نراه أي الاحتلال؟ لعل أول ما يطرحه كل من يدخل مدينة العيون لاستقصاء واقعها الحقيقي وليس ما يسمعه من هنا وهناك هو أين الاحتلال؟ هو سؤال جوهري بلا أدنى شك في رحلة البحث هذه. فنظام الجزائر العسكري وصل حتى في نشرة أحواله الجوية إلى الحديث عن طقس العيون التي يصفها بالمحتلة، ويتجاهل الرباط ووجودها على خرائط عواصم العالم. ما يعرفه الجميع أن المدن المحتلة لا تحتاج إلى أن يتحدث عنها الناس، ولا للبحث عن معالم تشير إلى وجود محتل ومحتلين ووجود مقاومة لهذا الاحتلال. فالداخل إلى أي مدينة تعاني من أزمة ما سيجد الكثير من الظواهر والمظاهر التي تصدح لوحدها بالحقيقة، حيث في كل زاوية ترى آثار المواجهات، وعند رأس كل شارع ترى متاريس رملية للأجهزة الأمنية وأمام الإدارات ومقرات الأجهزة، ما يؤكد وجود تخوفات من مواجهات أو هجمات محتملة. ترى ماذا رأينا
في العيون. عندما نزلنا في مطارها لم نجد ما يوحي بأن المطار يقع في مدينة تعيش لا استقرار، أو هناك مخاطر على الطائرات أو على المسافرين، فالمراقبة عادية جدا، ولا يوجد أمام مدخل المطار إلا شرطي واحد لا تظهر عليه علامات قلق أو حرص أمني من أي احتمالات ممكنة أو غير ممكنة. لما غادرنا المطار نحو مقر إقامتنا لم نجد متاريس ولا مظاهر توحي لأدنى عسكرة في هذه المدينة التي تروي للزائرين بنفسها عن نفسها ولا تحتاج أن يتحدث الآخرون عنها. في الليل الشوارع مكتظة بالسكان والمقاهي مفتوحة والعوائل في أماكن عمومية مع أطفالهم يلعبون ويمرحون. لا يمكن لمدينة محتلة أن يعيش سكانها على الطريقة التي شاهدناها في محلات وساحات وأمام نافورات ومرافق مختلفة لا تراها إلا في مدن هادئة ومتطورة وشعبها يشعر بأمان تام في دولة. لا يقتصر الأمر على داخل مدينة العيون بل في المناطق المحاذية لها، فقد توجهنا إلى أحد الأحياء التي تبتعد عدة كيلومترات ووجدنا هناك عائلات من النساء والأطفال يجلسون أمام بيوتهم ويتناولون الشاي والحلويات ولا يخشون شيئا عن أنفسهم ويبقون هكذا إلى ساعات متأخرة من الليل. صيادون على الشواطئ يمارسون هواياتهم في الصيد والسهر أيضا. مرحبا بكم وسهلا. الله يحفظكم. يعني طنبلي الطراب مرحبا بهم واللي مرحبا بهم. الحياة في المدينة عادية جدا، والسكان يسهرون في المقاهي والمطاعم والمحلات والساحات العمومية، والشوارع مكتظة بالأهالي وهم يتجولون بنسائهم وأطفالهم في الشوارع المضاءة والوضاءة بطريقة لا تختلف عن مدن كبرى في شتى ربوع العالم. زرنا محلات الصناعات التقليدية وكانت لنا جلسة مع أحد أصحاب المحلات والذي تم اختياره بطريقة عشوائية لنتفاجأ بصاحبه أنه نائب سابق في البرلمان وهو صحراوي أبا عن جد من أبناء العيون ولديه تاريخ طويل في النضال من أجل مغربية الصحراء إلى جانب نشاطاته في حرفة الصناعة التقليدية التي ورثها عن أجداده الصحراويين ومن قبيلة صحراوية عريقة.
عندما تسير في الطرقات سواء داخل مدينة العيون التي تدعي البوليزاريو أنها عاصمة جمهوريتها المزعومة، لا تجد ما يوحي بوجود صراعات ولا الحواجز العسكرية تملأ الطرقات التي تربط بين المدن، بل لا تجد إلا حواجز بسيطة وقليلة جدا لعناصر من الدرك الملكي في مداخل المدن تراقب أمن الطرقات بصفة عادية، بل أن هذه الحواجز تظهر أكثر عددا في شمال المغرب عكس ما شفناه في جنوبه. هو ما شاهدنا من العيون إلى السمارة، حيث لا يوجد ما يوحي أن المنطقة محتلة كما يصورها إعلام النظام العسكري، بل هي عادية جدا وسكانها يتنقلون بلا مراقبة ولا أي شيء من هذا القبيل. والأكثر أنك لا ترى عناصر الجيش سوى ثكنات عادية لا تظهر أمامها متاريس ولا أي شيء يشير لوجود تحديات أمنية أو يؤشر على مخاوف ما. رأينا ذلك أيضا في الطريق ما بين السمارة وطنطان، حيث نجد مشاريع الطرقات السيارة تجري على قدم وساق وتسابق الزمن نحو ما خططت له الدولة المغربية في تنمية أقاليمها الجنوبية وربط المدن بعضها ببعض. في طنطان التي توجد فيها بيوت مناضلين وثوار كانوا من وراء تأسيس جبهة البوليزاريو في بداياتها كحركة ضد المستعمر الإسباني وفي إطار استعادة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو ما تحدث به السيد أحمد الخر أحد أعضاء التأسيس لجبهة البوليزاريو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد الخر، مواليد منطقة وادي الذهب. قطعا على أني كنت من الذين حملوا حقائبهم سعيا وراء آبائهم الذين كانوا في الجيش المغربي بعد أن كانوا في المقاومة وجيش التحرير من أجل توحيد الصحراء، لأن والدي هو كان أحد الذين لبوا نداء المغفور لمحمد الخامس لما وقف في محمد الغزلان وقال خرجنا من الجهاد الأصغر لندخل الجهاد الأكبر، يعني توحيد المملكة. فإذا أنا الذي نعومة أظافري انحرطت في هذا التنظيم السياسي الذي يدعى البوليساريو، وكان أول عهدي به هو ذلك العهد الذي خرط في كل الطلبة. وأتذكر أنه كان في سنة 1972 ونحن الطلبة استفدنا في ذلك الظرف من كثرة الإضرابات التي حولت السنة الدراسية 71-72 إلى سنة بيضاء، وحضرت كل النضال الذي وكل التجمعات وكل ما كان يدور في خلدي تلك الفئة الشابة التي كانت تعرف بالطلبة الصحراويين في الثانويات وفي الإعداديات والثانويات والجامعات المملكة المغربية. كان ذلك في فترة الاستعمار الإسباني؟ لا، هذا كان ونحن في فترة الاستعمار الإسباني في الصحراء، ولكن نحن كنا في المغرب، في جنوب المغرب. كنا في جنوب المغرب. فتلك السنة البيضاء التي جاءت 71-72 جاءت بعد حدث كان مهم في المنطقة، والذي وقع من خلال أو بعده من عرج مهم في سيكون مهمة في المسار، وهو انتفاضة الزملة التاريخية التي قادها أحد أبناء المغرب، كان أستاذا وكان صحفيا وكان يقرأ في المشرق العربي، وجاء ليؤسس حزبا مسلما لمجابهة أو للعمل ضد ما كانت تحاول إسبانيا آنذاك من نصرنة، كانت مقولة سكان الصحراء بدعوى ضرورة حصولهم على وثائق، ضرورة قراءة
القراءة لأبنائهم فيه نوع من محاربة الدين، فيه نوع واللغة واللغة وما إلى ذلك. كان الهدف من تلك الحركة هو إفشال تلك المؤامرة التي كانت تريد أن تضع أسس سياسية وثقافية وحتى علمية لفصلها بشكل نهائي عن المملكة المغربية. وهذا قطعا عنه يختلف تماما مع ما قاوم من أجله آباؤنا وأجدادنا وأحداث جيش التحرير خير شيء على ذلك. بديتوا أنتم النواة الأولى لتأسيس البوليزارو، كيف كانت هذه البداية؟ نعم، بعد دراسة عملية الزمن التاريخية وتبين ما كان لها من أهمية في استمرار، ولا أقول بدل، في استمرار توحيد الأرض، يعني طرد المستعمر الذي كان آنذاك لا زال في الصحراء الغربية الإسبانية أو ما يعرف اليوم بالساقية الحمراء وواد الذهب، وكان كذلك يتواجد في منطقة إتبعوران سيدي إفني. فإذا هذا حفز للطلبة ضرورة الاستمرار على نهج آبائهم الذين كانوا يحملون السلاح وهم يقاتلون الاستعمار الفرنسي والإسباني في المنطقة. وثمرة ما قام به آباؤنا وأجدادنا هو استرجاع وضم إقليم طرفاية بشساعته إلى الوطن الأم سنة 1958. فإذا انطلاقتنا كانت من أجل استكمال مهمة مقدسة وحدوية بدأها الآباء وحرروا جزءا من الصحراء وقطعنا على أنفسنا ونحن أبناء هؤلاء الآباء والأجداد لنستكمل ما وقف دونه آباؤنا نتيجة لظروف وتعقيد الظروف السياسية في المنطقة. إذن كانت النواة الأولى هي لاستكمال الوحدة الترابية الوطنية، وهذا لن يتحقق إلا بتحرير الأرض من الاستعمار الإسباني. نعم. كيف بعد ذلك بدأ التأسيس بالضبط؟ لأني أريد أن أؤكد لك، هذا ليس سر، على أن جميع عناصر جميع قيادات البوليزاريو نحن جميعا أولئك الذين تحركوا في ذلك الظرف، كلنا أبناء مقاومين قاوموا في جيش التحرير، أبناء قضاة، أبناء ضباط، أبناء عمال مغاربة. منذ أن خرجت إسبانيا من إقليم طرفاية والتحقنا مع جيش التحرير إلى جنوب المغرب حيث استمرت الحياة بعد ترك المستعمر، ونحن نفتخر بتلك البطولات وبما قام به آباؤنا وأجدادنا من أجل تحرير الوطن، ووصلنا إلى نتيجة على أن ما عجز أو وقفوا دونه نتيجة تلك الظروف الصعبة آباؤنا هو أصبح مهمة على عواتقنا يجب حملها والأخذ والسير من أجل استكمال هذه الوحدة. بدأت التجمعات أو التكتلات في إطار تأسيس البوليزارو، كيف هذه الفترة اللي عشتها أنت؟ شهدت مدن الجنوب خاصة بولونين وآسا الساك وطنطان وطرفاية والقرى والمدن المجاورة لهم تحركات الطلبة، وكانت تقع هناك اجتماعات وحملت شعارات ونظمت أناشيد من أجل شحذ الهمم، من أجل تحريك الضمير الذي ربما كان نائما أو في غفوة منذ أن استوجعت الطرفاية ويجب أن يظهر لاستكمال استرجاع الأقاليم الأخرى. كان ذلك سنة 1972، بل تطور هذا الحس الوطني وهذا الوعي إلى تنظيم مظاهرات، خرجنا من التفكير والاجتماع السري والتظاهر العلني إلى التظاهر العلني، وكانت أهم وأشيع مظاهرات وقعت. الأولى كانت يوم 3 مارس متزامنة مع الاحتفالات بعيد العرش التربع صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني في شهر مارس، كان يقع في شهر مارس من كل سنة، وكانت تلك التظاهرة هي استنجاد بالحسن الثاني الله يرحمه من أجل أن يكلفنا بما كلف به أبوه قبله. ما هي أهم الشعارات اللي رفعت في هذه المظاهرة؟ بين شعارات كثير من الشعارات، الصحراء تصبح الرؤساء يدخل برا بالكفاح والسلاح نفس الصحراء، نحن
يحيى الكفاح ويحيى الكفاح والحسن ويحيى عرشه المجيد، كانت هناك الكثير يعني مظاهرات واضحة لتحرير الصحراء في إطارها المغربي، يعني في إطار استكمال الوحدة الترابية. في إطار استكمال الوحدة الترابية. أهم الأسماء اللي كانت معاكم في تلك الفترة مثلاً. الحقيقة على أن جميع طلبة الجمالون نحن كنا يعني الأسماء البارزة اللي برزت بعد ذلك. نحن كنا ثلاث تقريباً فئات. هناك التلاميذ الإعداديون، وهناك التلاميذ الثانويون، وهناك الطلبة الجامعيون، وكانوا هم رأس الحرب في تلك التحركات. ومن أهمهم ومن أبرزهم كان يبذل الجهد الأكبر من أجل هذه الحركة الطلابية التحريرية هو الولي مصطفى السيد الذي اغتيل في عملية واشوف، وهذا حديث سنعود له. هناك محمد بن أحمد الموجود حاليا في البوليساريو، والذي قطعا على أن كما أن الولي وقع في الإعجاب بالقذافي، فمحمد بن أحمد وقع معجبا بحواري بومدين، وهنا بدأت تجاذبات يعني جيوسياسية بين الزعيمين. كيفاش تأسست البوليساريو بالضبط؟ أين تأسست البوليساريو؟ لما وقعت الاجتماعات كان من أهم قرارات الاجتماعات وقع خلاف، وقع خلاف بين الطلبة، وقع خلاف بين تلك الكوبا الطلبة، هل نعلن الكفاح أم نتريم؟ قطعا على أن القرار كان التريمس، إلى غاية أولا تحسيس الأحزاب الوطنية في المغرب والاتصال بزعاماتها، وهي آنذاك كانت موجودة بما فيها عبد الفاسي وإبراهيم بوربي وغيرهم من الوطنيين المغاربة، ومحاولة تمرير من خلالهم خطاب ضرورة تحرير ما تبقى من الأرض. هذا كان 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 في مرحلة أولية. المرحلة الأخرى واللي حث عليها الطلبة واتفقوا عليها الطلبة على أن لا يجب أن نعلن كفاحا أو نعلن ثورة قبل إيجاد حاضنة أو تحسيس داخل المواطنين والاتصال بهم من أجل خلق حاضنة لهذه الثورة، وفعلا ما شأنا بذلك، وزعت الأدواء. وهناك ملاحظة، الوحيد من تلك الطلبة، من أولئك الطلبة، الوحيد منهم اللي هو الولي مصطفى السيد، هو ما كان يحصل آنذاك رغم صعوبة جواز السفر في المغرب آنذاك، كان الوحيد الذي له جواز سفر كأنه طالب باسم الرقيبي الولي، وهو الذي أهله للخروج والاتصال بالقذافي والاتصال بالمشرق العربي والاتصال بالجالية في فرنسا والاتصال. لذلك لما خرج الولي في إطار نشاطاته الخارجية، كان من بين من اتصل بهم أو اتصلوا به هما الثورة الليبية الحديثة العهد. قبل ما نصل إلى الثورة الليبية، قلت فيها خلافات حول تأسيس البوليساريو، وسألتك أنا أين حدث هذا التأسيس، كيفاش حتى تأسست البوليساريو بعد هذه الخلافات؟ أنا جئتك لذلك. فإذن لما اتفقنا على النقطة الأساسية، أولا بعد استنجادنا من خلال المظاهرات بالملك الحسن الثاني المفروض لدعمنا، واتفقنا على أن الخطوة المستقبلية هي تحسيس الرأي العام الوطني المغربي أنذاك بأهمية الخطوة وطلب الدعم على الأقل المعنوي، وثالثا هو بعد هاتين العمليتين جاءت العملية الثالثة وهي الآن على أن أغلب عناصر الطلبة أنذاك تسللت للمنطقة التي كانت فيها إسبانيا وبدأت في الاتصالات، وكان سيقع اجتماعات بعد مدة من 6 أشهر أو سنة أو كذا، تنضج ظروف أخرى ستقع اجتماعات، ومن خلال ما سنحصل عليه من خلال صبر آراء المواطنين سنتقدم ونتأخر في هذا المشروع. ولكن هناك أشرت للولي على أنه في اتصالاته وفي تنسيقه مع القذافي عجل بذلك في التفجير دون مراعاة أو انتظار وجود الحاضنة. شيئاً الطلبة الذين كانوا موجودون في المنطقة المستعمرة اتصل الولي ببعضهم وقبل منه على أن يشرع الزويلات للتأسيس، والبعض الآخر قال على أن
والأمثلة موجودة على أن نحن اتفقنا على شيئا ولا يمكن أن نتجاوزه. فأين هي الحاضنة؟ وأين هو الدعم؟ وأين من سيحمينا ومن سيحتضننا؟ ولذلك وقعت خلافات فعلا شديدة، تراجع الكثير من إطارات البوليساريو الذين طلبا واستكملوا دراساتهم إلى ما لا نهاية. أما الذين مشوا مع الولي مصطفى السيد في ذلك فكان منهم محمد بن أحمد وعمر حضرمي. وكنت أنت أيضا؟ لا، أنا بقيت من الذين في يعني أولا حاولت الدخول إلى المنطقة، وهذا حديث واحد، لأني أنا ابن قائد كان في جيش التحرير وأحمل اسمه، والاسم كان محضرا في جميع نقاط الحدود ذلك مما منعني من الدخول. ولكني انتقلت مباشرة للبوليساريو بعد تأسيس الزويرة. تأسيس في الزويرة؟ تأسيس في الزويرة. ولكن كانت عندها اجتماعات أيضا في طنطان و... تماما. قلت لك شو اجتماعات طنطان هي تلك التي قلت لك، هي تلك الهبة الدولابية الكبيرة اللي قطعا على ظرف وجيز كل طنطان، كل ساكن، خاصة الولي يسكن في طنطان. كان يسكن في طنطان تماما والله. بعد التأسيس، إذن التأسيس كان من أجل استكمال الوحدة التربية. أقولها وواكي. أحمد الخر عانى في سجون البوليساريو وقضى سنوات طويلة في حفر تسمى مجازا سجون، والسبب هي تلك التصفيات التي قامت بها الجزائر في عهد بومدين ضد قياديين من البوليساريو للسيطرة على هذه الحركة وتغيير مسارها من حركة تحررية ضد الاستعمار الإسباني في إطار استرجاع الوحدة المغربية إلى حركة انفصالية تريد صناعة دولة سادسة في المنطقة المغاربية. كان الولي مصطفى السيد قيادي ومؤسس للبوليساريو، ثم بعد ذلك سار في فلك مخطط معمر القذافي، غير أنه تمت تصفيته في موريتانيا عام 1976، ومن خلال عملية وجهت فيها أصابع الاتهام للمخابرات الجزائرية التي سيطرت بعده على البوليساريو ووضعت في قيادتها من يخدم أجندة هواري بومدين ضد المغرب حينها. طنطان مدينة خارج منطقة النزاع كما يصطلح عليه، لا يزال فيها منزل الولي مصطفى السيد، ولا يزال على حاله لم يتغير، وتحافظ السلطات المغربية على ممتلكات الآخرين في كل ربوع المملكة. ليس غريبا عن البوليساريو تلك التصفيات والاختطافات، بل أننا التقينا في العيون مع السيد عدنان بريه وهو ناشط حقوقي وشقيق الدكتور الخليل أحمد بريه الذي اختفى منذ سنوات طويلة وظهر لاحقا في سجن البليدة، ثم بعد ذلك اختفى مجددا ولا يعلم عن مصيره شيئا إلى يومنا هذا.
اندلعت مظاهرات في مخيمات تندوف تطالب بكشف مصير مناضل حقوقي وأستاذ جامعي اختفى في ظروف غامضة ويحمل أهله مسؤولية الاختفاء لقيادة البوليزاريو والمخابرات الجزائرية. توجهنا من طنطان إلى قلميم حيث لا نجد أي فروقات في الطرقات أو البنى التحتية، فالبلاد المغربية كلها ورشات مفتوحة وسباق مع الزمن للتنمية البشرية والاقتصادية، غير أن الواضح للعيان أن المناطق التي تزعم البوليزاريو أنها محتلة لا ترى فيها مظاهر احتلال ولا أي شيء من هذا القبيل. في قطاع المحبس الذي يشتهر كثيرا من خلال بيانات البوليزاريو من أنها ساحة حرب مع من تسميه المحتل، لم نجد ما يشير لمزاعم جنرالات الجزائر وقيادات البوليزاريو، فقد وقفنا على مشاريع تنموية والمواطن يعيش في منزله ويعمل مطمئنا في مجالات متعددة، وتحدثنا إلى أصحاب محلات عن الأوضاع في هذه المنطقة. هانية بخير الحمد لله. كيف الحركة شوية بس؟ وي الحمد لله بخير الحمد لله. أعرفكم أنت تحسوا بشي مخالف. لا ما كاين والو الناس تجينا تطوالش كيجيك الحركة ياكل يشرب ما كنفتحوا حتى ل 12 كاع ماشي مشكل ما كاينش انا عنو راني القضيه الحمد لله هادشي غير او ما كيقولوا صافي هكي هضره وخلاص هضره خاويه صافي هاي الحمد لله الحمد لله مالي القضيه الحمد لله الله يطمن عليك الله يستر عليكنا بخير اش راكم لاباس العشيه قبل ما تظلم ظلام الله الان صلى العشاء اه توصل العشاء ما زعما ما كاينش حاجه مش خايفين اخرى لا 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 ما خايفين من والو والو لا سواريخ لا حتى شيء والو الله يبارك. لقد تحدث لنا سكان الصحراء حول مزاعم الاحتلال وغيره واسهبوا كثيرا في اطروحتهم وخاصه من المنتخبين وشيوخ القبائل وأعيان المنطقة ونشطاء المجتمع المدني وبينهم من شغل مناصب عليا في نحن على بعد كيلومترات قليلة من التندوف، وحينما أقول تندوف فإنني لازلت أتذكر وأنا صغير على أنه في 1973 كانت تقام هناك ما يصطلح عليه بيوم الكار، يعني موسم تندوف والذين يحجون له المغاربة، وهو سوق تجاري. في 1973 بالأمس القريب كنا نتبادل الزيارات وكنا نتبادل السلع وكنا إخوة متحابين، لكن شاءت الأقدار أن نتورط فيما نحن فيه على أننا أغلقنا الحدود في وجه الإخوة والأحبة والأصدقاء، فأصبحنا الآن فيما نحن فيه. لكن أريد أن أطمئنك وأن تنقل للطرف الآخر على أنك الآن في جماعة المحبس إقليم أسدزاك، هي جماعة حدودية مع إخواننا في الطرف الآخر، مع الإخوة في الجزائر ومع الإخوة في موريتانيا، فكانت هذه المنطقة ستكون محطة عبور للتجارة للعمق الإفريقي، فعوض أن تكون لنا بوابة واحدة في الداخل كانت تكون لنا بوابة أخرى هنا في المحبس. لهذا أقول لك الأخ أن تنقله بالأمانة العلمية على أننا في المحبس، وها هو المحبس الذي تصدر
الكثير من البلاغات العسكرية التي تقول على أننا جيوب المحبس وفعلنا في المحبس، وها أنت تشاهد وبالأمانة العلمية على أن ما يقال من البلاغات العسكرية لا تصدر إلا في مخيلة من يصدرها من ذلك المكان. فها هو المحبس يشهد قفزة تنموية، وأنت القادم بالأمس القريب من مدينة العيون. ولاحظوا مقارنة بسيطة بين عيون الساقية الحمراء ووادي الذهب والقفزة التنموية التي تشهدها وعيون القياطن والمخيمات التي لا يرون منها إلا ما تعرفون. أتت قوة من موريتانيا من أطار رئيس فرنسي كوماندون، قال له قرار وقتلوه المجاهدين أهل هاي المنطقة وانكسرت القوة، يعني انغلبت ومشات رجعت. ولات الاستعمار جاء إلى 1934، من اللي جاء 34 وقف هذه المنطقة إلى 57، ومازق جيش التحرير من شمال المغرب للوسط الجنوب ومشى لشمال أدرار شمال أطار، وانقبضوا منه الناس. ديك الساعة فرنسا عندها السلاح أكثر من المغرب، والمغرب قليل العدة قليل العدد الجيش، ونقضوا منه أسرهم وزدروا وحدينهم قاعدين ضريق، وحبسوهم من 57 إلى 62 وهم في السجن، والنهار طرسوهم ما طرسوهم لحد غير المغرب، جابوهم المغرب وله يسمي منهم واحدين على الصعيد القبائل. القبائل بعض الناس ما يبغيها ولكن راه والله نص عليها، يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن الله عليم خبير. تقرير المصير هو ذلك العنوان الكبير والمثير والذي تردد عبر محطات مختلفة من تاريخ هذه المنطقة التي رزحت تحت احتلال إسباني حتى تحررها وعودتها في إطار الوحدة الترابية المغربية. تقرير المصير تتحدث عنه الجزائر في كثير من المحافل، وتتحدث عنه البوليزاريو، وسمعنا الكثير من قياداتها ومن إعلام العسكر وهم يتحدثون عن ما يسمونه تقرير المصير، لكن ما سمعنا ساكنة أو نزلاء مخيمات تندوف أن يتحدثوا في هذا الأمر، ولكننا سمعنا ما قاله ساكنة الصحراء عن قضية تقرير المصير التي تتبجح بها الجزائر وتحاول من خلالها تنفيذ أجندتها المناهضة للمغرب والمدمرة للوحدة المغاربية. أول ما يشغل بال الباحث المستقل عن الحقيقة هي قضية ما يسمى تقرير المصير. أهذه القضية التي عرفت محطات مختلفة وطالما ترددت في المحافل والهيئات ووسائل إعلام الجزائر؟ في نظر البوليزاريو والعسكر أن تقرير المصير يعني دولة سادسة في المنطقة ولا يوجد سواه، وفي نظر الأمم المتحدة صار الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو تقرير مصير. عمر خنيفيدا وهو ناشط سابق في البوليزاريو ورئيس الإعلام والاتصال في حركة صحراويون من أجل السلام. الحكم الذاتي هو أجود وأرقى أنواع تقرير مصر. لماذا؟ لأنه يفصل في القضية، لا يوجد رابح سيدي، هذه الميزة الكبيرة للحكم، لا يوجد خاسر، لا يوجد خاسر في القضية. ثم الحكم الذاتي يا سيدي الفاضل، يجب أن يعلم الصحراويون أنهم سينعموا في الحكم الذاتي، وأنا أؤكد لك أن فترة الحكم الذاتي أفضل من الفترة التي نعيشها الآن مليون في المئة. السؤال الآخر، أنت بعد ما شفت البوليزاريو وشفت بأنها لا تملك مشروع، اتجهت واحد الاتجاه، عندكم حركة صحراويون من أجل السلام، كيف حتى جاتكم فكرة تأسيس هذه الحركة؟ هذه الحركة أولا هي مؤسسوها هو 100 قيادي وعسكري ومدني بالبوليساريو، أعلنوا القطيعة عن البوليساريو، أسسوا هذه الحركة السياسية
واللي يتزعمها السفير البوليساريو السابق في مدريد وسفيرها في أمريكا اللاتينية السيد الحاج أحمد بارك الله، وأحد الشخصيات التي بنت البوليساريو. الحركة جاءت من بين الأسباب المهمة وهو نصف التمثيلية غير المشروع البوليساريو، نصفها، لأننا نحن نحتاج أن نعمل في هذا الاتجاه، ثم تقديم آراء الصحراويين بالطريقة الصحيحة. نحن قدمنا مشروع سلمي، جئنا بخطاب السلام، حركة صحراويين من أجل السلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خطاب الحركة حينما اختارت هذا النهج فهي تتماشى مع المنتظم الدولي. المنتظم الدولي يقول حل سلمي متوافق عليه، الحركة كذلك تقول حل سلمي متوافق، وتقدم نفسها للمساهمة في الحل. ما هي نظرتكم للحكم الذاتي كحركة؟ الحكم الذاتي، حركة صحراوي من أجل السلام أكدت في عديد البيانات أنها تراه مناسبا للبدء في المفاوضات، مفاوضات مع المغرب. ترى أن الحكم الذاتي هو أساس جيد جدا للبدء في المفاوضات، لأن أنا أظن أن الإشكال الذي يجده المنتظم الدولي اليوم هو إجلاس المغرب والبوليساريو في المفاوضات، ليس إيجاد حل. المعضلة في أن الطرفي لا يمكن، يرفضون الجلوس. هذا إذن نحن ماذا قلنا؟ قلنا أننا سنبدأ من الحكم الذاتي، ومن الممكن أن ننتهي بالحكم الذاتي، ومن الممكن أن ننتهي المهم أننا مستعدون للتفاوض من أجل الحل. وهذا أظن بأنه هذا تماماً. نحن الحمد لله حضور هنا في مثلاً في هذه المناطق. نحن عندنا تنسيقيات، ساقية الحمراء، وادي الذهب، وادنون، وفروع، وعندنا لجان هيكلية. وبالنسبة للانضمام في هذه الثلاث سنوات، حقيقة فقط الأسبوع الماضي عندنا أنشطة مكثفة. اليوم عندنا نشاط اجتماع لأننا نحضر الندوة إن شاء الله. والانضمام، هناك انضمامات كثيرة. اليوم وصلنا على ما 1500 عضو مسجل، وهناك حضور مكثف في الأنشطة. والحمد لله نشتغل في أمن وسلام نهائيا. خطابنا واضح، وهناك أمن وسلام. شوف، المملكة المغربية ليست ضد أي عمل يخدم مصلحة الساكن. هذا ما يجب أن تفهم بوليساريو، وعليها أن تنخرط في، على البوليساريو أقولها كشاب، أن تنتهي من الجزائر. سبب بلاها هي الجزائر. نعم، يجب على البوليساريو أن تنتهي من الجزائر. ولكن المشكلة ولكن ما هو يرجع هنا كيف تنتهي؟ بأمرين اثنين، تنتهي من الجزائر ثم الانخراط بشكل جدي مع المملكة المغربية لإيجاد حل، أو الانتهاء من هذا المشروع والعودة. والنشاط هنا سياسي، عودة، مسألتين عندهم. وهذا أفضل حل، لأن الجزائر أنت ستستفيد من المغرب لكنك لن تستفيد من الجزائر. وموقف المغرب الثابت أن الحكم الذاتي هو تقرير مصير لساكنة الصحراء المغربية، لكن في نظر المواطنين لم نسمع ما يقوله القابعون في مخيمات تندوف من عموم الناس، في حين نسمع ما تردده قيادات البوليساريو وفق ما يريده جنرالات الجزائر فقط. ترى ماذا يقول ساكنة الصحراء في الداخل عن هذه القضية التي تدندن حولها الجزائر كثيرا ورهنت ثرواتها من أجلها؟ لقد تحدثت لمنتخبين وأعيان ومناضلين من المجتمع المدني في المدن الصحراوية التي تواجدت بها، فهناك من يؤكدون على أن تقرير المصير قد انتهى لأنهم قرروه بانتمائهم للمملكة المغربية وبيعتهم التي يتوارثونها عبر أجيال لسلاطين وملوك المغرب. وهناك من قالوا أنهم قرروا مصيرهم منذ اليوم الأول من المسيرة الخضراء. بالنسبة لاستفتاء تقرير المصير، فقد اعتبره الصحراويون في الداخل المغربي أنه مجرد فكرة كانت مطروحة وانتهت، بل لم تعد صالحة للاستعمال
بالنسبة لاستفتاء تقرير المصير، فقد اعتبره الصحراويون في الداخل المغربي أنه مجرد فكرة كانت مطروحة وانتهت، بل لم تعد صالحة لأدنى استعمال. أما مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لطي هذه القضية في الأمم المتحدة، فقد باركه الذين تحدثنا إليهم ويجمعون على أنه تقرير مصير يرضيهم، ويوجد من أبرز عدم اهتمامهم بهذه القضية، فهم مغاربة وما يقرره ملكهم يرضون به، ويوجد من يؤكد أنهم يعيشون على وقع الحكم الذاتي، فالمنتخب والمسؤول والنائب البرلماني ورجل الأمن والعسكري في المنطقة كلهم من أبناء الصحراء. تقرير المصير صفحة طويت بين الناس الذين تحدثنا إليهم في رحلة الساقية الحمراء وقبلها التي كانت في الداخل وادي الذهب. والحمد لله احنا بغينا نعبروا لك عن الحمد لله عن الصحراء والصمارة، بالخصوص قلعة الصمود والتحدي، العاصمة العلمية الحمد لله معروف لها عنها ولائها وإخلاصها للسدة العالية بالله. وإحنا الحمد لله سواء الحكم الذاتي لما الحكم الذاتي إحنا مغاربة، إحنا نهار تولدنا الحمد لله راضعين تذي المملكة المغربية، وهذا بدون منازع. وما تلحد يقولنا للحكم الذاتي للاستفتاء هذا السي قبر مثل عنده محل من الإعراب، إحنا مغاربة وسنبقى مغاربة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الشيء رنبغوك تبلغوا، هذا الشيء كامل اللي قلنا لك بلغوا بالصوت والصورة. أنا صحراوي جنسيتي مغربي حق شخصيتي، أنا صحراوي جنسيتي مغربي حق شخصيتي، بها نعبر عن حريتي إذا كانوا هذه حياتي، عن عربيتي وعن عسريتي، حقوق أخوتي وأخواتي ومسيديهم وزاويتي، وهون نحقق أمنياتي وذا بحشاتي، ولا حرجملي ولا حرجملي وذا بحشاتي للحكم الذاتي، وارسم لي للصورة للحكم الذاتي. بعد البحث في المنشآت والبنى التحتية، وبعد أسئلة حول البوليزاريو وحول الاحتلال وقضية تقرير المصير، هناك قضية أخرى شائكة تحاول الجزائر من خلالها تبرير وجود صحراويين في مخيمات هي مخيمات احتجاز ورهائن وليست مخيمات لاجئين. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، أين الحرب التي تبرر وجود ناس في تلك الصحراء القاحلة والتي تريد من خلالها الجزائر عبر البوليزاريو تبرير بعض السياسات؟ بلا أدنى شك من يذهب إلى المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية المغربية سيسأل عن تلك الحرب المزعومة التي أظهرت من خلالها البوليزاريو بيانات كثيرة لا تحصى ولا تعد عن عمليات عسكرية تستهدف بعض المناطق. لكننا سألنا أين الحرب، وبحثنا في المحبس وما جاورها عن تلك الدعايات التي تجاوزت 890 بيانا عسكريا قالت البوليزاريو أنها أشعلت من خلالها حربا ضد المغرب والمغاربة. منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 عملت الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المسجل في لجنتها الرابعة منذ فترة الاحتلال الإسباني، غير أن الأمور ظلت بين مد وجزر، وكانت الجزائر كطرف أساسي في النزاع وعبر البوليزاريو تريد أن يفضي الاتفاق إلى استفتاء تقرير المصير الذي قرر النظام الجزائري نتيجته مسبقاً عبر جمهورية تظهر وهمية لا تتجاوز مخيمات تندوف وكرسي في الاتحاد الإفريقي. البوليزاريو لا تمتلك قرار نفسها، هكذا يتحدث الصحراويون في الداخل المغربي،
وأكثر من ذلك أن البروباغندا المناهضة للمغرب التي يرعاها جنرالات الجزائر وخاصة الإعلامية منه تعمل دائما على إبراز الصراع والحرب وغير ذلك. سيدي السبعي كان يوما ما إعلامي في البوليزاريو. ما هي مشاهداتك في تلك المرحلة؟ نعم أستاذ أنور، كنت يوما ما صحفي أعمل في وسائل الإعلام تابعة للبوليزاريو، من بينها الهيئة الصحراوية للإعلام المستقل، وكذلك اشتغلت لسنوات مراسل لتلفزيون البوليساريو. لفترة كنت أشتغل فيها يعني على دعاية وعلى يعني خطاب البوليساريو الموجه إلى المنطقة هنا، يعني خطاب تحريضي في إطار الدعاية إلى الأطروحة الانفصالية وما إلى ذلك. تخدموا بروباغندا معينة فيها؟ طبعا، لأنه لا يوجد صحفي هنا تابع للبوليساريو إلا ويشتغل تحت إطار مكتب يسمى مكتب كناريا، مكتب التنسيق. يوجد مقر هذا المكتب هنا قريب من في كناريا في لاس بالماس، ويعني كانت العلاقة المباشرة مع هذا المكتب، نتلقى الأوامر من هناك، نتلقى أيضا الدعم من هناك. دوركم تصنع أجندة؟ لا، هو دورنا الأساسي كان هو خطاب البوليساريو، خطاب رسمي للبوليساريو، خطاب الانفصال، خطاب شيطنة المملكة المغربية، خطاب شيطنة كل ما هو له علاقة بالمغرب، عدو محتل. كل هذه التوصيفات كان دورنا هو أنه يعني نروجها بكثرة حتى تسكن في مخيلة كل صحراوي في المنطقة. النفخ هذا في هذا هذا من جهة. من جهة أخرى كان دورنا أيضا هو يعني البحث في عن كل ما هو من شأنه يعني خلق بلبلة أو زعزعة يعني الاستقرار في المنطقة، يعني وتأليم الرأي العام في كل يعني مشكل مهما كان، يعني ليس بالضرورة الأمور السياسية فقط، لكن حتى الأمور الأخرى ذات صلة بالواقع اليومي والاجتماعي، ذات صلة مباشرة يعني بإحداث مشاكل للسلطات المحلية هنا في المنطقة. يعني أنتم كإعلاميين وكيفاش هذا أحداث واقعة أصلا في الأرض ولا اختلاق؟ في الغالب تكون يعني أحداث مش واقعة، يعني أحداث بسيطة يتم النفخ بسيط، يعني نخلقوا منه بروباغندا وهالة إعلامية كبيرة ضجة، يعني حصار المنطقة وكذا، والحدث بسيط. بعد ذلك خرجت من البوليزاريو. نعم. يعني ما هو السبب الرئيسي اللي خلاك تغادر الإعلام؟ والله خروجي من يعني من قراري، يعني الخروج اللي لا رجعة فيه، كان يعني نتاج تراكمات لأشياء نكتشفها، يعني لأنه مفيد جدا، لأنه موقعي كان مفيد، لأنه موقعي كان صحفي، يعني بالتالي كنت نطلع على كثير من الأشياء، إلى جانب زياراتي المتكررة للمخيمات البوليساريو. هنا ستخلق لدي يعني تصورات جديدة على أنه الشعارات وكل يعني الأشياء التي استقبلتها وأنا مراهق إلى أن أصبحت شاب، بدأت تكشف أمامي أنه الواقع شيء والشعارات التي استقبلتها من قيادة البوليساريو شيء آخر. يعني كي رحت هناك لتندوف كي مفهوم مثلا القبلية جريمة وطنية وما إلى ذلك، لما رحت للمخيمات أول سؤال طرح لي: أنت من أي قبيلة؟ من يدخل هذه المنطقة لا يجد حتما أي آثار لأطروحات الجزائر، سواء حول وجود البوليزاريو بين السكان أو ما يدل على الاحتلال أو تقرير المصير أو غير ذلك مما نسمعه عبر وسائل إعلام النظام العسكري الجزائري. سؤال آخر يفرض نفسه بعد إعلان إبراهيم غالي لإلغاء وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، توالت بيانات البوليزاريو التي تعد بالمئات عن عمليات عسكرية تستهدف بعض المناطق التي تصفها بالمحتلة، بل أحيانا تتحدث عن سقوط ضحايا من قوات الجيش المغربي. هذا السؤال يتمثل في أين الحرب؟
في إطار البحث عن هذا الجواب توجهنا إلى منطقة المحبس التي تتردد بيانات البوليزاريو عن قصفها واستهدافها بقذائف وغيرها، وصادف صدور البيان رقم 890 ونحن في المنطقة. قضينا ساعات منذ وصولنا صباح يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 في حدود الساعة 11 صباحا، ووجدنا المنطقة هادئة لا يوجد فيها ما يوحي لغير الهدوء، وزرنا عدة مرافق منها مركز القرب للخدمات الاجتماعية في بئر 6، ووقفنا على سير العمل الذي كان عاديا جدا، والأهالي يتحدثون عن الأمن والأمان الذي هم فيه بفضل دولتهم المغربية التي ينتمون إليها. وكان يرافقنا نواب في البرلمان ورئيس الجماعة ومنتخبين محليين وشيوخ القبائل وناشطين في المجتمع المدني ومواطنين من عموم الناس وشعراء ومثقفين وغيرهم، كما وقفنا على مجموعة مدارس ابن العقول الابتدائية وزرنا أقسام التلاميذ. ثم وقفنا على مركز التربية والتكوين في بئر 6 واستمعنا للقائمين عليه وشاهدنا بعض النشاطات التي يقدمها المتكونون. كان الجميع يتحدث عن المستقبل والمشاريع المفتوحة والورشات القائمة، ولا شيء عن الحرب المزعومة التي تتحدث عنها البوليزاريو في بياناتها الكثيرة، والكل يجمعون على مغربيتهم. وقد قضينا وقتا في حفل استقبال بهيج أقامه المنتخبون والأعيان وعموم السكان، وتم تقديم أغاني من التراث الصحراوي في خيمات تفتح خصيصا لضيوف المنطقة. لقد تحدث أبناء المنطقة عن القضية الصحراوية وعن الحرب المزعومة التي تدعي البوليزاريو أنها تخوضها ضد المغرب، وتحدثوا عن مغربيتهم ورايتهم الوطنية وملكهم وأمور كثيرة جاءت على لسان أبناء المحبس الذي يعد نقطة ساخنة في بروباغندا البوليزاريو والنظام العسكري في الجزائر. على أننا يعني متمسكين بالحكم الذاتي. الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لطي ملف النزاع. فنحن والحمد لله نعيش في أمن وأمان في عمقنا في صحرائنا، وما البلاغات العسكرية التي تصدر بين الفينة والأخرى إلا فقاعات خاوية لا أساس لها من الصحة، ويقولوا العرب ونقولوا إحنا عنو عيب البحيرة، ويقولوا المغاربة عيب البحيرة تفتاشها، وأنت خير شاهدين وهات تفتاش، ها هي المحبس، راعينا في المحبس إلا سمعت احتطرتك نفخرة، وذاك اللي يقولوا حق غير هنا فقط ما تطرطق هنا واش قالتي ثاني، راه داك الشيء الخرافات والخزعبلات والخوالخ. انا كل يوم انا في هذه المنطقه حامدين الله شاكرينه
كنوجه نداء لاخواننا بالاخص اللي بيننا معهم الدم واخوتنا وانسابنا واحبابنا، وهذه لو جات راهي فيها راه ما كاين حد ما عنده حد في هذاك المخيم. لهذا كنوجه لهم نداء يعتقوا رؤوسهم، ما حد الباب مفتوح، راه الباب مازال مفتوح. ان الوطن غفور رحيم، تلقوا هذ العلويين اللي احنا تحت الرايه العلويه، وهذ العلويين من سلسله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله ما يعابيهم حد ولا يكرههم حد ويربح. ورانا موجهين لهم نداء اليوم من محبس محبسهم، والحكم الذاتي اذا هو له يعدل، حب من حب وكره من كره، وبغيناهم يحضروا فيه وعودهم الشارفين فيه وعودهم الداخلين فيه. سمعت هذو اخواننا المعتززين ضريف المخيمات، والجزائر لا علاقه لنا معاهم، اخواننا شعب مسلم كالدول الاسلاميه، ولكن هذا المرتزقه اللي مولوا، هذه المرتزقه اللي مولوا قابضينها هم تجاره، هذو ابن عم نحن اللي مسؤولين فهم قابضين هذاك المخيم، ضعفاء العقول قابضينهم تجاره يبيعوا فيهم ويشروا ويطلبوا بهم، يطلبوا بهم مع الدول، كانوا يطلبوا بهم مع اسبانيا، اسبانيا سدت الباب، كانوا يطلبوا بهم مع موريتانيا، موريتانيا سدت الباب، كانوا يطلبوا مع قطر، قطر سدت الباب عليهم. ايوا اليوم من الله يرجعوا اخواننا هذو الحاصرين في حطو. احنا رانا نوجه لهم نداء، نداء هذا العلويين مفتوح مفتوح، ان الوطن غفور رحيم، وانت مرحبا بك وسهلا. وكما قالوا لك الاخوان رانك شاهدت بعينك وشت القيام وشت الحمد لله المشاريع تنجز في المحبس، ورانك جيت مع الطريق النيل ومن الزاكي لهون، وراها هو الماء والضوء هو شاعل، والمدارس هاي والسوق بغيناك تصدر في السوق تشوف كيفاش داير السوق هنا، جميع الفكاهات اللي في طنجه ها هي هنا، الديسيرات مبجبجه والخيرات مبجبجه علينا، واللي يبغى الويل راهو فيه، واللي يبغى الخير يجينا هون مرحبا به وسهلا. فهمتوا هذا اللي نقول لكم، مرحبا بك وسهلا، مرحبا كبيره، ورانا لا ما علمنا بك الا نهارين هذو، ما نوجد لك حفل اكثر من هذا. فهمت؟ ومرحبا بك وسهلا في وطنك وفي مغربك وفي الخير وعند العلويين وعند احنا، مرحبا وسهلا. لم نشهد الخوف في عيون الناس ولا اي مظهر من مظاهر الحرب، او ان هناك تخوفات لدى السكان من قصف محتمل، بل لم نسمع لا أصوات قذائف ولا أي شيء من هذا القبيل. تجولنا في هذه القرية الصغيرة وتحدثنا مع تجار فيها، وكان حديثهم واضحا وصريحا وبينا عن حقيقة واحدة، أن الجميع في أمن وأمان ولا ينقصهم شيئا، ويتطلعون للأفضل دائما في بلدهم، وأن أطروحات تندوف لا تتجاوز الحبر الذي تكتب به. في رحلة البحث عن حرب مزعومة صدر من أجلها أكثر من 800 بيان. كانت هذه الكلمات في حدود الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، وفي هذا المكان حيث تظهر في اللافتة أسماء مناطق واضحة للعيان، وبعدها في حدود الساعة 6:46 انطلقنا مغادرين المنطقة التي كنا فيها، ونحن ما زلنا لم نخرج من حدودها نكتشف أن وكالة أنباء البوليزاريو نشرت برقية تحت عنوان مقاتل جيش التحرير الشعبي ينفذون هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال بقطاع الفارسية، وكان نشره على الساعة 6:37 مساء، وهو الوقت الذي كنا نتواجد في المنطقة. وطبعا البرقية تتعلق ببيان رقم 890 الذي أصدرته البوليزاريو، والذي بالتأكيد أنه يتعلق بخبر وقع قبل نشره بما لا يقل عن ساعة، فلا يعقل أن ينشر البيان قبل العملية ولا لحظة تنفيذ الهجمات. بيان الهجمات يتحدث عن استهداف قطاع الفارسية، كما أشار أيضا عن هجمات أخرى وقعت يوم السبت 7 أكتوبر 2023، أي في اليوم الذي سبق وصولنا، ولم نلحظ ما يوحي أن المنطقة تعرضت
لما تدعيه البوليزاريو. الصورة التي تشاهدونها حيث كما ترونني أقف أمام لافتة كبيرة تظهر جهة تندوف على اليمين وجهة الفارسية على اليسار، مما يعني أن قذائف أو صواريخ البوليزاريو قد مرت فوق رؤوسنا قادمة من جهة تندوف ومتوجهة نحو المكان الذي حددته البوليزاريو. وهو ما لم يحدث، فقد ظلت كاميراتنا تشتغل في التصوير منذ وصولنا لعين المكان إلى أن غادرناه على مدار نحو 7 ساعات ونحن نتجول في المنطقة ونتحدث مع سكانها. لقد كان هدفنا بعد الوقوف على أحوال السكان هو استقصاء المعلومات عن دعاية النظام الجزائري بخصوص حرب تشتعل في هذه المنطقة التي تتحدث أكثرية بيانات البوليزاريو عنها، وشاء الله أن نكون حاضرين في عين المكان لنتحول من صحافيين نستقصي الحقيقة في أرض الواقع إلى شهود على الكذبة رقم 890 عن قصف يستهدف قطاعات ترددنا عليها ووقفنا على ما فيها وتحدثنا لسكانها الأصليين الذين قالوا لنا بأنهم قرروا مصيرهم وليسوا بحاجة لأي كان أن يزايد عليهم كقبائل صحراوية متجذرة في الأرض كمغاربة لهم عمقهم في تاريخ الدولة المغربية. لأنها تبعد ربما 40 كيلومتر ولا 60 كيلومتر عن مخيمات تندوف، احنا كنصيفطوا رسائل للمجتمع الدولي أولا والإخواننا من داخل المخيمات على أنه هون ما كان واحد التنمية. اليوم رانا في مسيرة تنمية ونماء وتحت طبعا قيادة الرشيدة صاحب الجلالة. ما ننسى نقول لك على أن المرأة الحدودية والطفل الحدودي من هذه المنطقة هم أكثر تشبثا بالمكان، يعني يرى خارج المكونات الأخرى المرأة الحدودية والطفل الحدودي بعيدا عن مغريات الحياة رغم صابرين ومتشبثين بالمكان. علاش؟ لأنه يشكل واحد ذاكرة، يعني اختزلت العديد من البطولات والعديد من تضحيات الآباء والأجداد، والمفروض علينا نواكب هذا يعني هذا المسار التنموي للدولة على ان نستقر في هذا المكان من اجل الاعمار الحقيقي. ما ننسى نقول لك على انه كاينه المؤسسه القطريه بالناس 21 دار لهذه الساكنه باش يستقروا فيها من اجل تعرف على انه يعني كنوع من دعم الاستقرار. وحنا كيف ما كنقول لك راه كنصيفوا رسائل شبه يوميه للعالم وايضا لاخواننا على انه راه هون المنشا وهون الهويه وهون الممات. ورسالتك للناس اللي في المخيم؟ طبيعة الحال رسالة اللي نقول على أنه يكفي 60 سنة ولا أكثر من 60 سنة على أنه أنا الأوان على نجتمع في بلد واحد. اليوم كنشوفوا العالم ما يعيشوه، كنشوفوا مستوى الشتات، كنشوفوا مستوى الدمار، كنشوفوا مستوى قلة اللحمة. الآن خص المجتمع الإفريقي الشمال الإفريقي على أنه يجتمع كمكون واحد وهوية واحدة باش نقدو على الأقل نحققو واحد نماء اقتصادي واحد حمى ثقافية. لأننا كنشتر في ياسر من يعني ما هي القواعد شنو اللي كيجمعنا أكثر من اللي كيجمعنا أكثر مما كيشتتنا. كتبقى شوية السياسة على ما أعتقد أنه ما بقي قد الفاس شحال بقينا نحن في العمر ما بقي والو. يعني خص واحد الحمى من جديد على انه هاد النجم وهاد الناس راه كاين اللي ما عنده ولد عمه هوك عنده بوه عنده خوه عنده يعني عائله واحده. انا الاول ان نجمعوا نشتغلوا تحت الرئيس ديال الرايد ديال مصيركم قررتوه وانتهى واسع الحكم. كنت في الداخله تقريبا في 2011 وكنت في العيون واحد 3 ايام والله راكشت اليوم شنو يعني شنو هي المسببات شنو هي شنو الهدف؟ لو كانت غير قضية اللي هي مثلا داخلية راه ما كاينش قضية داخلية. كاين شعب باغي يستقر فقط، خاصو تشغيل التنمية الحقوق. قطعنا مسافة تجاوزت 2000 كيلومتر في هذه الصحراء الشاسعة وقضينا 8 ايام بين صحراويين تحدثوا لنا بكل صدق وبكل عفوية عن آمالهم
عن أحلامهم وتحدثوا أيضا عن آلامهم بخصوص أهاليهم الرهائن في مخيمات تندوف، كما أنهم فتحوا لنا قلوبهم بكل حرية ومن دون توجيه من هذا أو وصاية من ذاك، بل حملون مسؤولية الأمانة التي علينا أن ننقلها لكل العالم، ووعدناهم بذلك على مرأى العباد وعلى مرأى الأشهاد. في البداية السيدة الرئيسة والنواب، السادة النواب والأعضاء وكل المسؤولين وممثلي المجتمع المدني والشعراء والحضور الكرام من سادة وسيدات، حقيقة أشكركم تمام الشكر وكل الشكر على هذا الاستقبال الذي ليس غريب عن أهل الصحراء، أهل الكرم وأهل الجود وأهل الوفاء لكل القيم ولكل التقاليد ولكل المواثيق ولحسن الجوار. حقيقة أنني استمعت إلى كل الكلمات، وأعدكم أن كل ما قيل سيصل بكل أمانة وحرص حتى يسمع كل العالم صوت المواطن الصحراوي في هذه البلاد الطيبة المغرب، وهو يقول كلمته وهو يقرر مصيره بعيدا عن أي أجندات ستأتي من نيويورك أو من أي مكان آخر. حقيقة أنه لا أجد ما أضيفه، وقد قال الشعراء ما قالوا وقال المتحدثون ما قالوا وقد اختزلوا كل ما سوف يقال، ولم يترك لي إلا أن أقول أن الصحراء كانت في نظري، خاصة بالنسبة للمرأة وأنا أرى سيدات، يعني تكلمنا في السياسة وتكلمنا في كل شيء، كانت النظرة لدينا أن المرأة الصحراوية هي مرأة مضطهدة لا تخرج من المطبخ ولا تقوم بأي دور في المجتمع إلا تربية الأبناء. لكنني حقيقة في وأنا أتجول في ربوع هذه الصحراء فوجدت المرأة الصحراوية قائدة مربية أم سيدة سياسة وسيدة تشارك في بناء المجتمع، هي دائما في مقدمة الكواكب من الفرسان الذين يناضلون من أجل قضيتهم. وحقيقة أني وجدت المرأة الصحراوية مسيسة أفضل بكثير من نساء الدول الأوروبية وغير الأوروبية التي زرتها جميعا. حقيقة هذا يحسب للمجتمع مما يعكس أن هذا المجتمع الصحراوي الذي يراد تصويره أنه مجتمع بدوي هو مجتمع أكثر تحضرا وأكثر تطورا، وهو مجتمع يفهم حقيقة اللعبة التي تدار من أجل هذه الربوع التي بسببها أصبحت هناك فرقة وهناك جدار يفصل ما بين من الشعب الجزائري الذي هو شقيق الشعب المغربي والشعب المغربي الذي هو شقيق الشعب الجزائري. حقيقة عندما جئت كنت أسمع عن المحبس يوميا وأنا أقرأ بيانات قذائف سواريخ عابرة للقارات طائرات الأباتشي مش نعرف واش. أنا قلت رح نغامر مغامرة، وأنا ذهبت من قبل لسوريا وعشت أيام وأنا تحت صواريخ الحرب وكذا وكذا، قلت خليني أغامر مرة ثانية، إذا نجوت من في سوريا ربما خاتمة العمر تكون هنا. لكن ما وجد كل ما يقال، وجد شعب آمن في وجد شعب آمن في بلده تحت رايته تحت قيادة ملكه تحت إدارة مسؤولين ويعني يعون حقيقة المسؤولية تجاه هذه الأرض، والهدف كله من هذا النضال هو تطويرها وإخراجها من تلك اللعبة القذرة التي أرادت أن تستعمل الأرض وأهل الأرض، ولا يسلم حتى العرض من أجل تحقيق مآرب ومصالح أولئك الذين يعيشون ما بين باريس ونيويورك وبعض الدوائر الخفية في الجزائر. للأسف الشديد جئت لأقول لكم كجزائريين، لا يمثلنا ما يحدث لأهلكم وإخوانكم اليوم، كما أنتم تتطلعون وتحلمون بأن يكونوا معكم
نحن أيضا نتطلع إلى أن يكونوا معكم ويكونوا معنا أيضا، ليسوا في مخيمات يعانون الأمرين، بل أيضا بين أهلنا في الجزائر. لا فرق بين صحراوي هناك ولا مغربي ولا جزائري ولا صحراوي جزائري ولا صحراوي مغربي ولا أي شيء من هذا القبيل، كلنا أهل وكلنا. وكان واجب علينا أن الصحراوي لو كان الأمر كما يدعي جنرالات الجزائر لاستقبلوا الصحراويين في بيوتهم ولا يستقبلونهم في مخيمات ويعطوله السلطة إلى قوات عسكرية تحاصرهم قوات أخرى. ولا يمكن للصحراوي أن يخرج من المخيمات إلا بترخيص، ولا يمكن للعائلة الصحراوية أن تغادر المخيمات جميعها. إذا غادر الأب يبقى الإبن، وإذا غادرت الأم يبقى ابن، وهكذا حتى يبقوا دائما رهائن هنا. كنا نسمع على أنهم يقولون لنا أنهم من اللاجئين، وأنا متخصص في القانون الدولي وأعرف أن اللجوء هو لشخص يكون هناك مخاطر على حياته في أرضه وفي بلده. أنا جبت ربوع من معبر القرقرات والآن وصلت خطوات على تندوف، لم أجد لا حرب ولا خوف ولا مظاهر عسكرية ولا مظاهر أي شيء توحي بأن هذا الشعب وهذا هؤلاء الساكنة وهؤلاء المواطنين المغاربة وهذه القبائل الصحراوية أنهم يشعرون بخوف ما. لذلك تأكدت مما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الذين يتواجدون في المخيمات هم رهائن لدى أجندة معينة وليسوا لاجئين ولا أي شيء من هذا القبيل. حقيقة أني وجدت شعب، سكان، مواطنين مغاربة، قبائل صحراوية قررت مصيرها بإجماع ولا تنتظر للأمم المتحدة كي تقرر لها مصيرها، ولا فلان ولا علان من أي أطراف أخرى تتحدث باسمها. لقد تحدثتم جميعا بأسمائكم وعلى أرضكم وبين أهلكم، لم نسمعكم عبر الأقمار الاصطناعية، بل أتينا إليكم لننقل صوتكم. هناك قيادات تقول في الموجودة في تندوف وموجودة في المرادية تقول لنا أن هناك في المحبس وغير المحبس والعيون والداخلة وغيرها راه يوجد شعب صحراوي محتل، أنهم محاصرين. لكن يشهد ربي أنني جبت كل الفيافي واستمعت إلى كل القوافي ولم أجد إلا صحراويين مغاربة يحافظون ويدافعون على وطنهم أكثر من أي شعب آخر فوق الأرض. ولذلك أؤكد لكم بأن رسالتكم ستصل بكل أمانة. ما وقفت عليه وما سمعته وما تحدثتم به لن أتحدث بلسانكم، بل كل واحد تحدث هو الذي سأنقله بالصوت والصورة لكي يراه كل الناس ويروا الحقيقة. وأجزم لكم أن الشعب الجزائري لو بيد القرار ما خلى صحراوي ولا أم صحراوية تعمل طوابير من أجل أنها تأخذ قطعة دواء تسكن بها ألمها، ما خلى أم صحراوية تنجب في خيمة وهذه أجيال وأجيال راح تنام. أؤكد لكم الأمر، الأمر يتعلق بعصابة فاسدة نحن كجزائريين تبرأنا منها ولا تمثلنا، ولو بأيدينا هؤلاء الأبناء عمومتكم لدخلوا بيوتنا وعادوا إليكم، وإذا من أراد أن يبقى هناك سيبقى مواطن بيننا لا فرق بينه وبين جزائري. ولكن نظام الجنرالات والعسكر في الجزائر يريدون أن يقرروا مصير ما يسمونه الشعب الصحراوي، ونحن كجزائريين محرمون من تقرير مصيرنا منذ سنة 1962 عبر انقلابات عسكرية وغيرها. أنا أعدكم ما رأيت وما سمعت سأنقله ويراه غيري، وأنتم ستكون شهود وستشاهدون بأنفسكم. إذا وجدتم أنني خذلت أي صوت أو حذفت أي كلمة من حقكم أنكم تعاتبونني، لأنني هنا لكي أقول للجزائريين ما رأيت، لأننا أصلاً شعب الجزائر ضحية، أصلاً الشعب الجزائري ضحية أكاذيب. يسمعوا في جماعة يقولوا لهم حكايات ويحكوا عليكم حكايات وأشياء غريبة، ولكن من يأتي هنا ويرى ليس كمثل من يسمع، ياريت يسمع منكم أنتم، بل يسمع من آخرين. هناك من يتحدث على ألسنتهم هم مجرد بيادق وأبواق في أيادي أخرى لا تريد لهذا البلد الجار، هذا البلد الشقيق، أن يتقدم ويزدهر ويتفرغ لأشياء أخرى. كم تمنيت أنني جئت من تندوف لا أعمل هذه الجولة العالمية كي أصل هنا وأتحدث إليكم.
ولكن ما أصابكم أصابنا قبلكم، وما عانيتموه وتعانون نحن أيضا كجزائريين نعاني منه، فإن أنتم تعانون من هؤلاء الشرذمة الذين حرموكم من أهلكم، صدقوني أنا عندي 20 سنة لم أرى أهلي ولم أجلس مع والدتي ووالدي، فأنا أيضا مثلكم محروم وأعاني ما تعانونه. وحتى زرت المرة الماضية الداخلة، أعددت ريبورتاج، تم مداهمة بيت والدي وعقل لوالدي وإخواني، وعندي أخ ما زال مفقود، والآن جيت وتكلمت مع حرائر الصحراء، وأخشى ما أخشاه، ربما يقولون يقومون بأفعال أخرى، لكن والله مستعدين للموت من أجل الحقيقة. نصف قرن وهم يكذبون علينا، وهم يفرقون بين الأخ وأخيه، بين الأم وابنها، قطعوا الأرحام ما بين شعب واحد قاوم المستعمر، فيهم لي بينكم حدثوني عن مشاركتهم في مقاومة الاستعمار الفرنسي، هناك الذين شاركوا في مقاومة الاستعمار الإسباني، وعندنا الكثير من إخواننا المغاربة استشهدوا على التراب الجزائري. بنادق كانت عند المجاهدين في الثورة الجزائرية يسموها المغربية لأنها صنعت على التراب المغربي وجاءت من التراب المغربي، ولا يوجد شعب فوق الأرض أو دولة فوق الأرض دعم ثورة الجزائر ضد المستعمر مثل الشعب المغرب شعبا ودولة، ولا يوجد من في هذه الربوع من قدم الكثير للمقاومة الصحراوية في الجزائر مثلكم أنتم، مثل أبائكم وأجدادكم الذين نعتز بهم. شكرا لكم إخواني الكرام، حقيقة قلتم الكثير جدا وأثلج صدري أن وجدتكم تعيشون في أمان، في طمأنينة، تتطلعون إلى المستقبل. يعني إنجازات يعني قمتم بها لم يقم بها غيركم، هذه المناطق كانت تعاني من أشياء كثيرة أنتم أدرى بها، ولكن وجدت إرادة من قبل المسؤولين في ظل الدولة المغربية العريقة والأصيلة. إن شاء الله اليوم زرناكم وشفنا مشاريع راهي في بداية النمو، ربما نعود مرة أخرى ونجد مشاريع أخرى وآفاق أخرى، نرى من هذه الوجوه من سيكونون، ولا من أولئك الأطفال الذين وقفنا وتحدثنا إليهم بإذن الله، سنرى منهم علماء ونرى منهم مسؤولين ونرى منهم قادة سياسيين ونواب، وربما بينهم من يطلع ويأخذ حتى جوائز عالمية ويكون مفخرا لكم ولنا جميعا. شكرا لكم، وأجدد على حسن الاستقبال من طرفكم ومن طرف هذه الفرقة الفنية الجميلة، وكل الذين فتحوا لنا صدورهم نحن أيضا فتحنا صدورنا، وكل جزائري صدقوني يحب المغربي، وأنا أعيش في الغرب منذ 20 عام لم أرى يوما خصومة بين مغربي وجزائري، لتدرك أن أجندة الكراهية فشلت ولم تتجاوز قصر المرادية. شكرا لكم والسلام عليكم. مضت الأيام بسرعة حيث كنا طوال الرحلة مع الدكتور بن علي المصطفى الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية الذي كان مرافقا لنا بمعية صحراويين من قبائل عريقة آثروا مشاركتنا في رحلة التقصي والمراقبة والتحقيق. لقد وصلنا لحقائق كثيرة كانت غائبة عن الكثيرين بخصوص نزاع أرهق كاهل المنطقة المغاربية على مدار ما يقارب نصف قرن من البهتان والتضليل والافتراء. وأهل الصحراء في الداخل المغربي قد أكدوا جميعا على رسوخ موقفهم الذي لن يتغير، وعبروا عن مدى تشبثهم بمصير واحد لا شريك له ولن يخرج عن إطار واحد أيضا، أنهم ساكنة لا يؤمنون إلا بمغربية الصحراء، وأجمعوا بلسان المقال وبلسان الحال على نهاية البوليزاريو في الداخل المغربي، ولم يبق من الحكاية سوى ذلك الضجيج الذي يتصاعد مع عواصف خيم المخيمات ولا يتجاوز تندوف. كما تابعتم بدأنا الحكاية في الداخل عندما سألنا أين البوليزاريو، وهناك وعدناكم بمواصلة الرحلة إلى العيون والسمارة والساقية الحمراء برمتها،
وها نحن وفينا الوعد وحققنا العهد ووقفنا على ما وعدنا به، وكانت الرحلة عميقة، وقفنا على المحطات كثيرة، ولكن ما وجدناه ليس البداية من حيث كانت هنا في مطار العيون، لكننا وجدنا أننا وصلنا للنهاية، ليست نهاية مشروع ولا نهاية قصة، بل نهاية شيء اسمه البوليزاريو، حيث أن الساكن هنا يتطلعون إلى آفاق أخرى، إلى مستقبل واعد في دولتهم المغربية التي لا يؤمنون إلا بها ولا يثقون في غيرها. والقصص الأخرى التي كانت يوماً ما هنا أصبحت من الماضي، فقد قبرت مع حكاية اسمها البوليزاريو. أنور مالك، العيون.